الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار. فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. حاجة نسيت الحتة يعني الجزء اللي بعد كده نسيته. يعني انت رحت اتفرجتي على شقة فيها طوب أحمر؟ او على طوب احمر او على المحاره، بس وسلالينها مش جاهزه يعني. بس بعد كده حصل حاجات وانا نسيتها، بس اللي حصل بعد كده فاكراه يعني. حلمت ان احنا رجعنا على البيت انا واختي، بس اختي كان شكلها غريب في الحلم، وهي قاعده على كرسي وقاعده جنبها بنت صغيره مثلا عندها حوالي 10 سنين او حاجه. فهي البنت دي فجاه اختفت، بس انا كنت شايفاها زي ما كنت بترسم على الحيطه او حاجه. فانا بقول البنت اللي كانت قاعده هنا كانت عماله تنقش على الحيطان، هي قاعده تنقش ازاي كده على الحيطان؟ فالبنت دي كانت بترسم بالتباشير تعابين. فاختي يعني اختي برقت، كانت قاعده اصلا بتبرق لي وطريقتها كانت غريبه قوي، راحت خانقاني ولفت بيا وقفلتني من على الارض وقعدت تلف بيا. قعدت اقرا قران، ما تاثرتش بالقران وحسيت انها جامده قوي وقويه قوي قوي. فكانت بتتاثر لثواني بس ما كانتش بتضعف. فقعدت اذن، فحسيت انها ضعفت، بس انا صحيت من النوم عماله اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقمت مفزوعه يعني. هبه انت لسه انسه؟ لا انا متزوجه. حالك ايه مع ربنا؟ الحمد لله كويسه جدا. بتسرحي يا هبه في الصلاه؟ ولو صليتي كويس بتسرحي؟ ممكن. ماشي. لا مش ممكن، اديني الاجابه. هو ممكن يعني. بيحصل اكيد بيحصل. بصي، اول حاجه مش عايزاكي يبقى عندك استعجاله في امورك. بلاش الاستعجاله. الاستعجاله بتجلب لك الشيطان. الشيطان بيعمل لك وسواس، الوسواس بيعمل لك عطل حالك، بيعمل لك حاله اكتئاب، حالك بيعطل. طيب. الامر الكويس اللي انت بتبقى داخله عليه بيقف، ما بيتمش عليكي. فالمطلوب منك اول حاجه تركزي في صلاتك. طبعا انت بتسرحي في الصلاه، وانا قبل كده قلت الف مره يا جماعه اللي بيسرح في الصلاه يقول الصلاه وبيقرا القران الكريم بصوت عالي. فاهمه يا هبه؟ زي الشيخ كده، زي ما انتوا بتسمعوا الخطبه بتاعته يوم الجمعه انتوا في البيت برضه. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي. أيوة. عايزين الايات بتاعتنا تبقى بصوت عالي عشان ما تعمليش مدخل للشيطان عليكي. طب اختي دي حضرتك نفسها شافت حاجه برضه شبيهه يعني؟ هي حلمت ان كانت الباب الجرس رن عندها او حد بيخبط عليها وكده، ففتحت الباب لقيت واحده شكلها غريب وشعرها قصير وكاريه كده عند ودنها. وجوزها كان خارج من الباب، فهي لما حست ان البنت اللي قدامها دي او الست دي شكلها مش بني ادم يعني، فراحت زقتها من بير السلم وقعتها، وقعت من تحت يعني. فجم ناس شكلها يعني ناس بقى مش بني ادم، مش انسان يعني. جم كتير قوي قوي بنفس الشكل ونفس العين ولابسين ابيض في ابيض، وجايين عايزين ينتقموا منها عشان هي وقعت الست دي من بير السلم. فقالوا خلاص هو الحل الوحيد يعني ان هو ايه، ان هم يغيروا دهان الاوضه يعني هو لون الحيطه كان لونها لبني، فقعدوا يقشروا في الحيطه بالسكينه بتاعت المعجون دي فنزلت اللون ده، فكانوا بيقولوا يعني احسن حاجه ان هم يغيروا لون الاوضه. انت هي كانت اوضه مش شقه. انت حاطه في اعتقادك يا هبه ولا حاجه تكون انت ولا اختك فيكي مس او معمول لكم عمل؟ تمام. لا مش تمام، غلط. طب بصي هقول لك على حاجه عشان برضه محتاجه فيها مساعده حضرتك. تحت امرك يا حبيبتي اتفضلي. بصي هو انا ومرات اخويا دايما بنقعد نتكلم لو هي عندها رؤيه او اي حاجه فبنتكلم، لان احنا مثلا ممكن تلاقي في حاجه مشتركه في الحلم او حاجه زي كده. فبنقعد نتكلم عشان كمان انا بهتم لو في سحر ولا في حاجه ممكن انا مثلا اشوف مين الشيخ الكويس او حد كويس، فانا مهتمه قوي بالموضوع ده. فمرات اخويا برضه شافت حاجه وبرضه طلبت مني ان انا اقولها لحضرتك. اتفضلي. عشان هي في السعوديه مش موجوده هنا. اتفضلي. هي يعني حلمت كانت يعني حد بيطاردها وبيجري وراها، وبعد كده وقعها على ظهرها وراح قرصها من رجليها اللي بيجري وراها ده، فهي فضلت تجري لحد ما وقعها على ظهرها قرصها من رجليها من ورا. صبحت صحيت من النوم مفزوعه ولقيت مكان القرصه علامه زرقاء ملونه، وبعد فتره بقى نبتت شعر. طب هي العلامه كانت زرقاء ولا كانت فاتحه رايحه للطوبي؟ انا مش واخد انا اصلها عشان مش معايا هي، بس حكت لي بس الدرجه نفسها او اللون مش عارفاه. دي اتمست معروفه على طول. طب ده مس دخل في جسمها.
طب هي بتقعد تحكي لي على احلام وحاجات، فهي بتقول لي انا شفت مجموعه من الناس برضو مش بيدلوا على ان هم بني ادم، بيدلوا على ان هم يعني شكلهم كده حاجه تانية مش انسان خالص، بس بتقول لي هم قالوا لي حاجات حذروني ما تتكلميش مع هبه دي في اي حاجه خالص. لا لا بصي يا هبه، قبل ما تتكلمي انت عندكم هوس باين بالموضوع ده معايا هبه؟ هو مش هوس، اصل هقول لحضرتك، حضرتك حتى اتكلمتي قبل كده في موضوع الجن اللي ما بيتكلمش والحاجات دي كلها. ما هو ما بيتكلمش، ما هو للاسف الشديد انا حبيت ان انا اوضح حاجه كل الناس بتقع فيها، واكتر اللي بيتسموا نفسهم او بيلقبوا نفسهم بالمشايخ حضرتك بيضحكوا على الناس بيها. طب هقول لك يعني مثلا، يعني لما شفت حاجه زي كده بعيني، انا ما بشوفش حاجه مثلا، ما بصدقش حاجه غير لما بشوفها بعيني، انا شفت ده بعيني بس ما كانش فيه شيخ ولا كان فيه دجال في قلب البيت. شفت ايه بقى؟ ده حصل مع قريبتي، حصل مع قريبتي، وكان كان اللي عليها ده بيتكلم، وكان وحتى كانت الازاز اللي كان موجود مش كان بيتكلم؟ كان بيتكلم؟ كان بيتكلم؟ ايوه كان بيتكلم. ما تكلمش مع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ما تكلمش معاه ليه؟ اولا يتكلم معاكي انت انسانه عاديه ولا تسوي حاجه، ولا يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اختاره وفضله؟ اولا يتكلم مع مين؟ طب هو طب مين اللي اتكلم؟ ما انا مش عارفه، اصل دي حاجه انا شفتها بعيني بصراحه، ما كانش فيه شيوخ ولا دجالين. لا لا هي ممكن هي اللي اتكلمت ولا حاجه، نفسيتها التعبانه اغمى عليها فبدات تهلوس بكلام، لكن هو اتكلم؟ لا. هيتكلم مع مين؟ هو هيتكلم من الجن مع مين؟ كان اولى ان يتكلم مع النبي صح؟ لما سيده، انت طبعا عارفه القصه، لما واحده راحت له مسحوره وعليها الجن وكده، قال له ايه؟ اخرج عدو الله، انا رسول الله. هل كلمه؟ كلمهوش. كان اولى ان يتكلم معاه صح؟ اه. فحته ان الجن يتكلم، حته ان شيخ يحضره، كذب كذب تماما. طب اخر حاجه ومش هطول على حضرتك، اتفضلي يا هبه. هي حاجه ثانيه شافتها، شافت ان في واحده ست زي ما تكون افريقيه او سودانيه، يعني ملازمه، هي ملازمه اخويا، طبعا مرات اخويا، هي ملازمه اخويا في كل، يعني لما بتشوفها بتشوفه دايما مع واحده افريقيه او سودانيه ملازمه، مش عايزه تسيبه خالص. اخوكي ده متجوز؟ ما هي مرات اخويا. اه اللي في السعوديه. اه. بس فبتقول لي يعني ملازمه، عماله احاول ابعدها عنه، فبس فبتقول ان هو مش هيقدر يعمل حاجه غير بوجودها يعني معاه وكده، ومش هيقدر ان هو يستغنى عنها او يسيبها يعني. مش هيقدر يستغنى عن الافريقيه. اه. وبتقول هي ما بيعملش حاجه غير رايح جاي بيها مثلا، بس زي ما يكون مش واخد باله ان هي معاه او حاجه زي كده، بس هي بتبقى متضايقه في بوجودها معاهم. ده في الحلم كل ده يا هبه؟ في الرؤيه دي كلها؟ لا دي حاجه ثانيه. دي حاجه ثانيه، دي بتشوفها هي بعينيها؟ اه بتشوفها بعينيها، هي بتقول يعني هي رايحه جايه معاه ومش عاوزه تسيبه. يعني ده انسيه دي ولا ايه؟ هي بتقول لك واحده افريقيه. اه واحده افريقيه. اه. طبعا هو معروف ان الافارقه اكترهم في القصص ديت بيحبوها جدا، موضوع الجن والحاجات دي كلها. اه. ف يعني هو تحاول ان هي تتكلم مع جوزها ان هو يبعد عنها. فاهمة؟ اه. ولكن اللي انا شايفاه ان ممكن يكون في نفور بين الاثنين في العلاقة الزوجية بتاعتهم، العلاقة الحميمة، ممكن ان يكون في نفور، لان بعد ما هي جت النقطة ديت وطلعت فيها الشعر، فواضح ان في نفور بين الاثنين. فكل اللي انا عايزة اقوله لك، هي بتحصنوا بالقرآن الكريم، اتحصنوا بسورة البقرة، اتحصنوا بآية الكرسي، بسورة الفاتحة، صلوا الصلاة في اوقاتها، صلوا بخشوع، صلوا صوتكم عالي، ده تحسين، هو الدواء معانا في بيوتنا، بس احنا مش عايزين نروح نقراه او نسمعه. فربنا يهدي الحال يا هبه يا رب. هاجر، سلام عليكم يا هاجر. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. لو سمحتي بس انا عندي ثلاث احلام، بس معلش عاوزه احكيهم لحضرتك. قولي يا هاجر اتفضلي. حضرتك انا كنت مخطوبه قبل كده. اوكي. فحلمت ان انا تحت بيت خطيبي، بس مش هو بيته، يعني نفس البيت. واخدت العربيه بتاعته. بس اتحولت لعربيه بابايا. القديمه. تمام. انا بابايا متوفي. الله يرحمه حبيبتي. الله يرحمه. فاخدتها، وان هو ما كانش يعرف ان انا واخداها. فالمهم هي ضاعت مني. فالمهم هو كلمني في التليفون وانا مش عاوزه اعرفه ان العربيه ضاعت. فانا بيقول لي يا هاجر انا عرفت ان العربيه ان انت ضيعتيها. فقلت له ما تخافش انا هلاقي العربيه. المهم انا لقيت ميكروباص فيه ناس قالوا لي تعالي معانا احنا هنجيب لك العربيه. فالمهم انا فضلت راكبه معاهم وندور ما لقيتش. فالمهم في الاخر خالص لقيت واحده جارتي معاها واحده انا معرفهاش منقبه. هي اصلا برضه جارتي دي منقبه. اوكي. فالمهم قالت لي بصي هاجر خدي انت الارقام دي واتصلي بيهم هجيبولك العربيه. وانا خدت الارقام وعرفت ان انا هتصل واروح اجيب العربيه وكده. العربيه اللي هي بتاعت خطيبي. خطيب.
بس اتقلبت بقت عربيه بابايا. هو انتوا دلوقتي سايبين بعض يا هاجر؟ احنا كنا سايبين بعض من فتره. من فتره قد ايه؟ من حوالي 6 شهور. 6 شهور. في اتصال؟ في حد جاب لك اخبار من عنده؟ انا اعرف عنه اخبار كتير يعني. لان هو معايا في الجامعه. ما هو واضح ان الامر لسه فيه ترابط. في ترابط عاطفي موجود، ما فيش حاجه راحت يعني، كل حاجه موجوده لسه في ترابط عاطفي، لان العربيه لما تتحول لعربيه الاب وتكون قديمه بيدل على الامر اللي موجود جوه الطرفين، ولكن لم يعلن عنه بقى، خلاص كل واحد شايل اللي جواه من يمه التاني، ولكن يمكن مستني الفرصه ان هو يعدل احوال في حياته ليكي، او يعدل حاجات تخصه ليكي، ويبدا ان هو يبشرك بيها او يكلمك بيها. فعلا. فبيدل على حاجات، في حاجات موجوده، انت رابطه عليها وهو رابط عليها. امتى بقى تتفك؟ الله اعلم. ولكن هو حذر من التجربه الثانيه معاكي، هو حذر فيها جدا. حتى تقيل من اتجاهك في اشياء كتير جدا برضه. فاهمه يا هاجر؟ فاهمه حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي كملي. الحلم الثاني، انا اخويا متوفي برضك. الله يرحمه. الله يرحمه. فانا حلمت ان هو موجود عندنا في الصاله. وان هو برضك جاي، هو كان تعبان اصلا. فهو جاي تعبان. فانا بقول لهم ان هو هو كان ميت وصحي. بس صحي برضك هو تعبان. فانا بقول لهم لا، خالد هيموت. يعني انا عاوزاه يموت علشان ما يحسش بالتعب اللي عنده. عشان يرتاح. عشان يرتاح. او بقول لهم لا، ده خالد هيموت، ده خالد هيموت. فهم بيقولوا لي لا، ده صحي وعايش. لا مش هيموت، ما تخافيش. اقول لهم ابو، وانا بقول لهم لا، انا عاوزاه يموت علشان ما يتعبش. وانا متضايقه في الحلم يعني. بس كده؟ بس. لفي بقى، هتجيبي خالد لخطيبك السابق. انت بتقولي هيموت، انت مفكره ان الامر انتهى مع خطيبك. ولكن هما بيقولوا لك لا مش هيموت، وجايه برضه تعبان، فبيدل على ان الاخبار اللي بتوصلك او بتاتيك من الطرف الثاني. وهو ما فيش اخبار على فكره بتوصل له ليكي، بس هو كل ما بيشوفك هو بيبقى عارف عنك كل حاجه، لان هو فاهمك اكتر ما انت فاهماه. فاهمه يا هاجر؟ ايوه فعلا صح. عارف شخصيتك جدا، وفاهمك جدا، وعارف نظرتك، وعارف امتى بتزهقي وامتى بتفرحي. فعلا. انت بقى ما تعرفيش عنه الحاجات دي جامد، لان انت كنت بتبدل العاطفه اكتر من انك ما تشغلي عقلك. هو كان بيشغل عقله معاكي. فعلا صح. فاهمه؟ فهو دلوقتي عارفك، وعارف اوضاعك، وعارف كل حاجه عنك، بس انت اللي بتحاولي ان انت تعرفي بقى الاخبار، اخباره ايه وكده وكلام من ده، شخصيه وشخصيه على فكره محترمه. فاهمه يا هاجر؟ ويا رب يجعله من نصيبك تاني يا هاجر، لان انا حاسه ان انت عايزاه تاني. شكرا ليكي جدا يا هاجر، والله اعلم. ام محمد، سلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه مان؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. جزاك الله خير. الله يبارك لك يا رب يا ام محمد. عندي حلم لو سمحتي. اتفضلي يا حبيبتي. هي حماتي اللي حلمته. خير ان شاء الله. حلمت ان جوزي جايب اوضه نوم واوضه اطفال وكده، فبتقول له دي حاجه مين؟ فقال لها دي حاجتي. ولقيته بيشتري ذهب كتير. قالت لي خواتم وبروش وحاجات كده يعني. فبتقول له ايه ده، هو انت هتتجوز على مراتك ولا ايه؟ هي عملتك ايه يا ابني؟ فراح قال لها لا انا مش هتجوز ده، هنا انا كنت بايع لها ذهبها وما كانش حد يعرف، فانا بجيبه لها من غير ما حد يعرف. بس فبعد كده صحيت لقيت اذان الفجر في اخره يعني. ايه، وانت انت عامله ايه دلوقتي معايا ام محمد؟ عاملين مع بعض ايه؟ لا الحمد لله، بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله في وشنا كلنا. بصي يا ام محمد، هو ان يجيب لك اوضه نوم جديده واوضه اطفال جديده، فبيدل على الراجل اللي نفسه يعوض مراته، ولكن ما باليد حيله. تمام. معايا؟ موضوع الذهب ده فبيدل على العكننه او بيدل على الهم اللي كان مع الزوجين سابقا، ولكن ان شاء الله مش هيرجع تاني. ان شاء الله. فاهمه؟ وموضوع ان هو بيقول لوالدته انا بعوضها، كلمه انا بعوضها، فهو بيدل على التمني والدعاء من الزوجه ربنا ان يفركها على جوزها. اللهم امين يا رب. فحلوه يا ستي، ولو كان اتجوز في الحلم كنت اقول لك خير، بس هو ما اتجوزش بقى. ما اتجوزش. خير يا ام محمد ان شاء الله، اتفضلي. متشكره خالص. شكرا لك يا حبيبتي، شكرا لك يا ام محمد. سماح، سلام عليكم يا سماح. السلام عليكم، ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا سماح. انا زعلانه منك. زعلانه مني انا ليه؟ عشان حضرتك قلتي لي، انا فاكراني انا سماح اللي كلمتك من كام يوم وقلت لي في ابتلاءات وحاجات، وانا هكلمك بعد الحلقه وكده. معلش يا سماح، انا على فكره خدت ارقام كتير جدا، حتى لسه وصلت ارقام، فبكلم اللي بقدر عليه يا سماح. انا اتصل بيا حد من عند حضرتك من الحلقه وقال لي انت منين، قلت له من القاهره، وبعدين الخط قفل، حاولت ان انا اكلمه تاني ما عرفتش. طب سيبي لي رقمك يا سماح وانا هكلمك ان شاء الله بكره يا حبيبتي. حاضر، انا فاكراكي. الموضوع بقى اكتر تعقيدا يعني. لا مش انت سامح اللي انت متجوزه المنصب ده صح؟
ايوه حضرتك. ايوه حضري دلوقتي هو في مش موجود خالص في البيت وساب الدنيا ومشي يعني. هحللك ان شاء الله بامر الله، ربنا يعيني وحللك المشكله دي. حاضر يا سماح، سيبي رقمك في الكنترول وهكلمك. حاضر، شكرا لك يا سماح. جيهان سلام عليكم يا جيهان. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير الحمد لله. بقول لك ايه، واحد كان جاي بنته عريس فكده حلم ان هو جاي له بطيخه. لا تاني، واحد جاي لبنته عريس وبعدين حلم ان هو جاي له بطيخه. مين اللي جاي له بطيخه؟ هو ابوها ده حلم ان بنته ان هو جاي له بطيخه، وبعدين هو كان جاي لبنته عريس. لا والعريس وافق عليه ولا لا؟ وافق عليه بس طلع مش يعني الموضوع اتفركش كده. احسن وكمان. احسن، الف حمد وشكر لك يا رب. هم كان داخل عليه، هم كان جامد صح؟ هم طبعا. طب بس انا كنت مخطوبه مره وبعد كده الموضوع اتفركش، بس انا حلمت ان خطيبي ده جاي جايب لي علبه شوكولاته كبيره، وبعدين كان في صور على موبايلي اتمسحت، حلمت انها رجعت تاني. صور اتمسحت على الموبايل؟ وحلمت انها رجعت تاني. وايه والصور رجعت تاني؟ حلمت ان فتحت الموبايل لقيت الصور رجعت تاني، كان جايب لي شوكولاته كده كبيره قوي. وانت كلتي منه الشوكولاته اللي هو كان جايبها لك؟ مش فاكره خدتها بس طوله كبيره قوي. لا مش فاكره ان انا خدتها، مش فاكره. يعني انت مش فاكره انت خدتيها ولا لا؟ لا مش فاكره. اصل هي الشوكولاته فبيدل على راحتي النفسيه. اما موضوع الصور اللي تتمسح وترجع تاني فبيدل على الامر احتمال والله اعلم يتفتح، بس في طرف منكم انتوا الاثنين هيقفلوا بسرعه. يعني هو هيتفتح ويتقفل تاني. مش عارفه بقى من عندك انت يا جيهان ولا من عنده، الله اعلم. يعني الموضوع هيتقفل تاني، هيتفتح ويتقفل تاني. هتيجي فرصة للكلام تاني او للارتباط تاني او حد يفاجئ الموضوع انه عايز يرجع تاني، بس في طرف مش هيبقى عنده ميولة للتاني. صح كده. وانا شاكة فيك انتي. ممكن يكون انا عايزة صح وهو يكون صح، قفل الموضوع صح. الله اعلم يا جيهان، اتفضلي يا حبيبتي. طب بقول لك في واحدة تانية، في واحدة ماتت توفت، وبعدين في واحدة حلمت ان هي وواحد، واحدة زي واحدة صاحبتها وواحد، في واحد عمال يعمل كل شويه تورته وكده وبعدين عمال يزوقها، وكل ما يجي يزوقها البنت المتوفيه دي تذوق حته منها من التورته. واللي بياكلها التورته ده عايش؟ عايش. هو بيعمل زي تورته كده بكل شويه بيعمل. لا انا بعرف، عايز افهم حاجه، اللي بياكلها التورته عايش؟ مش بياكلها، مش بياكلها، ده هو عمال بيعمل تورت. وبعدين هي بتاخد كل شويه تيجي كده تاخد حته منها. دي متوفيه. ودي متوفية. لا هو بيدل على انسان بر في حياته، انسان بر. هو انسان كويس. طبعا كويس، لانه هو ما بياخدش فلوس قصاد التورته اللي هي بتاكل منها، هو يدوبك بيصنعها وهي بتاخد وبتاكل ومتوفية. فبيدل على الانسان البر، الانسان الكويس اللي من جواه عكس، ممكن ما بيكون بيتكلم كمان. صح فعلا. يعني بس هي كل شويه تاخد حته من التورته وصاحبتها تقول لها ليه بتاخدي كده منها كده، كل شويه تاخد فاكهه من عليها، تاخد كده حاجه كده تدوقها. الف هنا ليها الاول الله يرحمها، ولكن هو بس الموضوع ان الانسان ده كويس وراجل محترم جدا، ويمكن بيتكلم وبيقول كلام بس اللي جواه احسن من اللي هو بيتكلمه. صح كده، صح جدا والله. طيب. والله اعلم يا جيهان. ماشي، شكرا جدا. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا حبيبتي. شكرا ليكي يا حبيبتي. اخت عفاف سلام عليكم. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاج عفاف. انا عايزه اقول لك حلمان لبنتي بس. خير ان شاء الله، اتفضلي. انا عندي بنت مفصوله وفي مشاكل يعني، بس هي اتطلقت يعني. حلمت لها الاول خير بسرعة النبي اللي هو جوزها عندنا. وهي قاعده تعاتبه يعني في الكلام. وهي جابت وهي معاها بنت منه، بس هي خلفت بنت منه تاني بعد كده. خلفت بنت يعني منه، وانا حلمت اللي هي خلفت منه بنت. قال انا بقول لها ايه قاعده تعدي في الكلام، قلت لها يا منى اسكتي ما تعديش في الكلام. طب هو جاب لك الحنفيه اللي هم خدوها منك؟ جاب لك الحنفيه اللي هم خدوها منك. حنفيه المطبخ يعني. هم اهل الجزء زي ما يكون خدوا الحنفيه بتاعتها. قمت انا بقول لها هو جاب لك الحنفيه اللي خدوها منك؟ قالت لي ما هو خدها وركبها. قلت لها وجابت ميه؟ قالت لي وقمت على كده. طب دي بشرى بالرجوع، هو مطلعها كام طلقه؟ هو طلقتين. لا في بشرى بالرجوع، لان الحنفيه هي مصدر الحياه، لان بينزل منها ميه، والبنت هي الدنيا اللي هي جابتها. وفي هنا معاده بين الطرفين ان هم جم موقف ما معين وما استحملوش بعضهم فيه. وحلمت لها حلم، والله اعلم، وحلمت لها حلم تاني قريب يعني. اللي هو ابوها راح، ابوها راح بيتها، بس البيت متغير. الوباء قاعد يحط لها رسومات يعني، حاجات رموز كده في البيت. بيحط لها ايه؟ حاجات في البيت كده بيزوقها لها من بره، انتيكات وحاجات من دي يعني ولا ايه؟ من بره، بس هو ايه بيعمل عشان جوزها ما يعرفش.
قالوا زي ما يكون احنا عندنا حمامه ام سبله راحت لهم. الحمامه قاعده تلف على البيت وعفشت في البيت. قمت ام هو بقى بيقول ايه، بصي انا مستغرب الحمامه، انا عندي قصيرها مده بس لما راحت البيت قعدت في البيت الحمد لله. بس بصي والحمامه كانت لونها رمادي. ما هي الحمامه هي بنتك. بصي الاب لما بيروح يعمل حاجه زيادات في الحلم بيدل على التنازلات من الام والاب عشان بنتهم تعيش. بس ده طلاق يا ما. ايه ده اتنين لسه فاضل لها رده. ده احنا مطلقين في المحكمه في رده. هو انت صلى على النبي. تعالك هنا. هو انت تعلم الغيب؟ لا. الست دي لسه لها لقمه عيش مع الراجل ده. ده هو ما بيشوفش بنته خالص. هو بنته مين اللي هي اللي مع مامتها؟ بس ربنا كبير، الحمامه اللي عماله بتلف دي وفي الاخر دخلت جوه معانا بتقولي ما كانتش بتدخل جوه ولا بتقعد جوه. لا ده هي كانت الحمامه عندنا. وابوها وداها هناك. وداها البيت بتاعه. مش قعدت جوه الحمامه؟ ايوه قعدت فوق السطح وقاعده. ما هي بنتك يا حبيبتي، هي بنتك اللي هجع عشها اللي عشها متساب. يعني هو هيرجع لها تاني؟ ان شاء رب العالمين، ان شاء رب العالمين هيرجع لها. وادي انا قلت لك اهوت وانت هتتصلي تفرحيني وتبشريني. ده احنا بقالنا الوقت 4 5 سنين وربنا كبير. انا على فكره اول ما بدات بالاهداءات بتاعت الناس ديت عشان اعرفكم ان ربنا كبير والامل موجود مهما طول السنين ومهما يطول الوقت اللي فوق ده. لما تقولوا له يا رب خلاص كل الامور بتنتهي. والله اعلم يا حاج عفاف. ام منى سلام عليك يا ام منى. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا منى. الحمد لله يا حبيبتي، ازيك؟ اتفضلي. الله يخليكي. بصي انا حلمت حلمين على واحده معينه، يعني اخت جوزي. شفتها مره انا ماسكه كوبايه شاي وكوبايتي تحتي انا. راحت هي مسكت مني شربت بقه كده. رحت ايه قلت لها خلاص خدي بقى واشربي انت، خدت كوبايه وشربته. الحلم الثاني ان طب هي ناخد واحد واحد يا ام منى. نعم ناخد واحد واحد. انت عامله ايه معاها؟ لا دي اكبر عدوه ليا، يعني اكبر عدوه ليكي. طب ما حاولتيش كده تستفتي قلبك كده وتقربي لها؟ لا مستحيله ابدا، جابالي امراض. من المستحيل جابالي امراض. جالك امراض؟ من ايه؟ لا يعني من سحر وكده وعمل، وهي كانت عارفه وساكته والكلام ده طول سنين حياتي بتاذيني. هي اللي بتعمل لك الاعمال؟ لا انت الشركه اللي معمول لك دوت، فهي كانت عالمه وساكته وطول السنين بتأذيني اصلا. بس كوبايه الشاي لما انت بتشربي شويه وبعدين بتدي لها الباقي تشربه، مش الباقي هي شربته؟ لا انا لسه عاملاها هشربها، هي شربت بق وبعدين قلت لها خلاص خديه اشربي انت. خديه كمليه، فهي كملته يعني؟ خدته واشربه. طب ده وصال؟ وصال وصال يعني بيني وبينها؟ وصال. هو الرسول كان دعاءه ايه يا ام منى؟ نعم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعاءه ايه؟ مش كان بيقول اللهم اكفيني شر مين؟ احبابي، فاما اعدائي فانا اكفيل بيهم. ايوه. فديت هي ايه؟ اللي معاكي دي ايه؟ تعتبر حبيبتك اخت جوزك. لا انت ما يعني مربنا بيني وبينها ايه؟ يعني مربنا يعني وصلت خلاص انا امرض. لا خلي بينك وبينها وصال، بس كوني حذره، بس خلي بينك وبينها وصال، ما تقوليش حاجه اسمها مستحيل. مفيش مستحيل. خدي انت خدي صواب، خدي صواب، اكسبي صواب من غير ما هي ما تدرى ولا تحس، خدي صواب. ومهما تكون وحشه اتكلمي واتصلي بيها واسالي عليها قولي لها ازيك عامله ايه، يا بختك عند ربنا، افتحي بينك وبين ربنا عمار. معايا يا ام منى؟ والله العظيم لو ربنا رايد هتكون، يعني احنا حسب ال بس هي ان هي مش حاضره. طالما ان هي مش حاضره يبقى انت هتتعبي قلب ان هي مش حاضره معاكي. صح. بتقولها بكل ثقه، انت حره يا ام منى، ربنا هيزعل منك، كملي يا ام منى. طب الرؤيه الثانيه ان هي كانت بتتكلم بس حاطه مكياج في بقها. بتتكلم وحاطه مكياج في بقها احمر. قلت يا بيقول احمر ايه حاطاه في بقها ده؟ تكلم كده بس مش سامعه بتقول ايه، بس عماله تتكلم. بس الرؤيه دي بس. طب هو المكياج ده تجميل امور، الست بتجمل في امورها، يعني ممكن تكون بتفشر في حياتها، يعني بتداري وبتستر على نفسها، انت مش عارفه هي بتقول ايه، فبيدل على الكلام الكويس اللي ما بيوصلكيش. ممكن الست تكون عرفت غلطها من يمتك وبتتكلم من وراكي كلام كويس، ولكن يعني ولاد الحلال، انا مش هقول غير ولاد الحلال، ما بيوصلوش الكلمه الحلوه. فيا ام منى راجعي نفسك، راجعي نفسك، كل ده عشان ربنا، الدنيا والله ما هي مستاهله، والله اعلم. ام مؤمن سلام عليكم يا ام مؤمن. السلام عليكم، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير حال. الحمد لله، جزاك الله خيرا على اللي انت بتعمليه يعني. الله يبارك لك يا رب يا ام مؤمن. بصي انا دلوقتي انا عندي حلمين هم جم في يومين ورا بعض. خير يا رب، خير ان شاء الله. اللهم اجعله خير. انا شفت ان انا هو بيت والدي ووالدي متوفي، والبيت ده اللي احنا كنا عايشين فيه اصلا ده البيت ده اتهد من زمان واتبنى واحد غيره واحنا مش فيه يعني.
فانا حلمت ان انا في البيت ده، في البلكونه بتاعه البيت ده، وواقف معايا جوزي والناس اللي في وشنا برضو بيتهم برضو بيت حد برضو قدامنا بيت غيره، وانا ما بشوفهمش خالص، بس انا شفتهم وشفت بناتهم كده زي ما يكون هم بيعزلوا. المهم ان انا جوزي فلقيته نازل في الشارع، بس هو لابس الغير الداخلي بس. فانا بقول له انت ازاي نازل كده، يعني ليه، يعني انت مش شايف ان انت عريان؟ فقال لي انا عادي انا مش واخد بالي وكده، فهو نازل بس بالغيار. ماشي، وفي تشويش بقى انا مش فاكراه، بس هو في تشويش حاصل، بس هو المميز عندي في المشهد ان هو نازل بالغيار. بس كده ده الاولاني. ايه ده الاولاني؟ ده الاولاني. انت هتقولي دلوقتي حلم تاني صح؟ ده تاني يوم برضو عن جوزي، برضو نفس الحكايه يعني، بس بس شكل تاني. اللهم اجعله خير. ان برضو حلمت ان هو في عيال اختي، اختي ليا كبيره، العيال هم عملوا مشكله معايا يعني، وضاربينه وهو لابس قفطان ابيض، ومكان العوره بتاعه دم. بس فطبعا انا اتخضيت وقعدت اقول ايه دوت، قال انا شفت الوضع ده شفته في التلفزيون، وبعدين لقيت نفسي عند اختي دي. وانا بداري الموضوع ان هو ان انا مش واخده بالي، وان ده ما حصلش وكده، احسن الموضوع يكبر ويحصل مشكله اكبر من كده. يا حول الله يا رب. ماشي، بس ده يعني ايه، ده دول حلمين. قبليها بقى بفتره انا كنت بعت لحضرتك الحلم بتاعي ثلاث اربع مرات الاسبوع اللي فات، بس لسه حضرتك ما فسرتهوش، ممكن اقول لك على هوا؟ طب ناخد دول الاول وبعدين كده قولي اللي عندك يا ماما عشان ما نتوهش بس مع بعضنا. طب ماشي. بصي يا حبيبتي، موضوع انك تروحي بيتكم القديم وتقف في البلكونه، البلكونه دايما الدعاء بين العبد وبين العبد وربه، ده دعاء. دايما في حد بيبقى ظالمك، فانت مش مالكيش غير ربنا، هو ينصرك وينصفك على الاشخاص دول بعينهم، يعني حد قريبين بعينهم معروفين وانت عارفاهم. موضوع اللي هو ينزل وهدومه الداخليه باينه، فالراجل ده ضميره كويس من يمه الناس، ولكن لسانه اللي هو ما يقصدهوش بان هو يطلع مثلا حاجه تخص بيته، دي اللي بهدلت الدنيا شويه بره. الطعم الداخلي اللي هو نازل بيه. لا ده الغيار بس، يعني ما فيش حتى الفانيلا اللي فوق مش موجوده. ان هو ساتر نفسه من تحت يعني. بس ما هو ده يعني هو راجل كويس جدا، ولكن لسانه الطيب، انا هقول اللي هو الطيب، هو ما يقصدش، ممكن يكون واحد قاعد يفضفض مع واحد والتاني بيخزن وشوشه بالسر ده بره، فاهمه؟ ده اللي هو نازل، ده اللي هو نازل بالطقم بتاعه الداخلي. اما الحلم الثاني، اما الثاني اللي هو بتاع العوره بتاعته من تحت ان فيها دم وكده، فمنهم لله اللي بيطلعوا كلام وبيرموا الناس، بيجذفوا الناس الاشراف بالكلام. انت وصلت لك النقطه دي؟ وصلتني. فمهما حد يسبك، مهما حد يوصل لك حاجه عليكي وحشه، انت خاصه حاجه عليك انت وحشه، ينسبوا لك حاجه مش فيكي، على طول اجري ربنا، اوعي تعدليهم، اوعي تقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط، انا ما فيش الحاجه دي. لا انت تثبتي لمين؟ هم ولا يسهم، طالما سبوكي هم ولا يسهم. ونعم بالله. يبقى عليك ربنا، لان على فكره ربنا مستني منك الالحاح. ربنا يسترك. الله يخليك. ربنا يسترك. الله يخليك. ممكن اقول لك بقى اللي هو ده كان ده من شهر، الكلام ده انا حلمت ان انا وزوجي، ولو حضرتك شفتيه عندك في الرسائل خلاص انا هسمعه منك دلوقتي. طب يا انت بعتولي امتى؟ بعته الاسبوع اللي فات كذا مره. ان شاء الله هيكون موجود معايا بامر الله. قولي يا ماما. خير، اللهم اجعله خير. حلمت ان انا وجوزي زي ما نكون احنا سافرنا بلد اوروبيه، يعني سافرنا بره. بس فالمهم احنا ماشيين، الاماكن حلوه قوي اللي احنا ماشيين فيها. ودخلنا مبنى، المبنى ده هو دخل من اسانسير لوحده وانا دخلت من اسانسير لوحدي. فطلعنا احنا الاثنين، المهم احنا الاثنين وصلنا في نفس الوقت لنفس الدور اللي احنا ايه اللي وصلنا فيه. وداخلين شقه، هو فتح الشقه ودخلنا الشقه دي، فيها ايه زي ما تقولي ايه يعني ايه الحاجات اللي تحبها عنينا كلنا. كل حاجه فيها حلوه. منظمه جدا ومليانه بعفش جميل قوي، واكل وشرب وحاجات جميله جدا جدا جدا. وفجاه انا طبعا انا معايا ولد وبنتين، انا مش فاكره هما كانوا معايا في الحلم او لا، انا مش عارفه، انا ما شفتهمش. بس هو الحلم انا وزوجي اللي مميزين فيه قوي. اللي حصل ان في شويه ولاد دخلوا، وزي ما اكون انا بقيت خايفه ان هم يبهدلوا الدنيا ويكركبوا الدنيا ويوسخوا الدنيا، فبقيت انا متضايقه منهم وهم داخلين يتشاؤوا. فانا قلت له مشيهم يعني، طلعهم بره وكده، فهو حاول ان هو ايه يطلعهم بره ويقفل الباب. بس فانا قعدت اتفرج على الشقه اللي هي الشقه بتطل زي ما يكون على على
على بحر زي ما اكون بتطل على حاجات مناظر كويسه. وشنطه كده معموله من الخوص كلها الحاجات البلاج. بقيت انا ببص للحاجه كده ومنظر العفش ومنظر الشقه جميل جدا. بصي انا بقيت مستغربه. بصي بقى يعني ممكن. هو زوجي بقى يعني للعلم يعني في تغيرات في شغله يعني في شويه حاجات في حياتنا بتتغير. لا ما انت بقى المفاجاه جايه لك، ربنا يوسعها عليك وخير الدنيا كله هي في بيتك وما بين بيتك وما بين جوزك وما بين عيالك. الله يسترك ان شاء الله. ربنا يسترك. بص يا ماما يعني انا حلم جوزي بس اللي هما الحلمين الاولانيين دول اللي انا كنت خايفه عليه قوي وقلقانه قوي. لا لا الباطل راجع لك انت. لا 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 ده جوزك غلبان، ده لعين عليكي انت، المشكله معاكي انت. فبص يا ماما انا هبشترك بقى بالرؤيه بتاعتك الاخيره ديت. هو والله اعلم انك تسافري الدوله الاوروبيه، فبيدل على الست اللي تعرف عارفه تتكيف مع حياتها وعارفه تمشي مع حياتها وعارفه تخطط لحياتها صح، وما بيهمهاش من القيل والقال، ولكنها بتتأثر بس ما بيهمهاش. معايا مؤمن؟ طبعا شكرا ليكي. اول حاجه ان موضوع الشقه اللي انت شفتيها والاسانسير، انت في اسانسير وهو في اسانسير، محدش هيعرف يفرقكم عن بعض بامر الله، كله بامر الله. اما موضوع ان انت تخشي الشقه الجميله اللي فيها الحاجات الجميله واللي هي كل العين ما ترغب في شيء تلاقيها موجوده في المكان اللي هي الشقه اللي انتوا دخلتوها ديت، فبيدل والله اعلم ان ربنا هيكرم جوزك من واسع. حتى انت بتقولي جوزي في مشاكل في شغله، لا من النهارده بامر الله، بامر الله في بشرى ليكي وتوسيع لحال رزق جوزك للاخر بامر الله. اما موضوع الاولاد اللي هم بيمشوا دلوقتي وجوزك طلعهم، فدي الهموم اليسيره، الهموم اللي هي شويه الصغيرين هتنتهي ان شاء الله، ولكن الحال ماشي معاك كويس والله اعلم. واتبشري يا مؤمن خير ان شاء الله. ساجده سلام عليكم يا ساجده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله يا حبيبتي بخير. بعد اذنك انا عندي حلمين. حاضر يا ساجده اتفضلي. اول واحد حلمت ان اختي بتكلم جوزها في التليفون وبتقول له انا حلمت ان ربنا قال لي انت لو صليت كويس هتبقى احسن من حاجتين، الحاجتين دول هي قالت اسمهم في الحلم بس انا مش فاكراهم، بس اللي انا فاكراه ان هم اسم كوكبين او حاجه كده يعني. بعدين الحلم اتقلب لحقيقه. انا وهي بقينا كنا واقفين وشايفين الكوكبين دول في السماء اللي هو هيبقى احسن منهم لو صلى كويس. هي اختك هي اختك متجوزه ولا عقد قران؟ لا متجوزه. بس انا لما حلمت الحلم ده كانت هي لسه مخطوبه. كانت لسه مخطوبه. فانا وهي بقينا شايفين السماء كانت يعني مظلمه خالص وفيها الكوكبين دول زي قمرين كده جسمه ملتهب يعني. وحواليهم حلقه كده برضو حمراء. وهي السماء ضلمه خالص وانا في دماغي ان اختي بتكلم ربنا وبتشوفه وكده، فانا بقول لها ايه ده انت بتشوفي ربنا يا بختك، طب هو شكله ايه؟ قالت لي بصي انا ما اقدرش اوصف لك شكله كويس. وراحت ماسكه ورقه كده وقالت لي، راحت ملونها بالرصاص الخفيف قوي كده وفي نص الورقه فيه زي شكل سمكه فاضي ابيض، وقالت لي بصي هو بيبقى زي كده ظل نور بيبقى شكله كده بس انا ما اقدرش اقول لك شكله بالظبط. يعني هي جسدته؟ نعم جسدته وعملت سمكه؟ لا ما جسدتهوش، هي شخبطت بالرصاص كده خفيف قوي وسابت حته كده مش متضلده بالرصاص على شكل سمكه. وقالت لي هو بيبقى زي ظل او نور كده انا ما اقدرش اوصف لك شكله كويس. واحنا شايفين الكوكبين دول في السماء انا كنت يعني زي ما يكون ربنا واقف ورايا وهي بتشوفه وبتكلمه. بس وهي بتقول انت لو صليت كويس ربنا بيقول لي ان انت هتكون احسن من الكوكبين دول، هي قالت الاسم في الحلم وانا مش فاكراه. بتقول لجوزها؟ هو انتوا كام بنت؟ ثلاثه. كلكم بتصلوا بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. هي بقى انسانه جميله. انسانه بتحب جوزها جدا. انسانه مخلصه ليه جدا بس هو متعب شويه. فعلا. هو ربنا يهديه رب العالمين. لان عندنا الكوكبين اللي هم ملتهبين دولت فبيدل على الرجل وعلى مراته. هي بتديله كل حاجه وبتريحه وحاضر ونعم وكده بس هو اللي ايه قلق شويه. مش منتظم، دماغه مش منتظمه. اما موضوع ان هي كالاخت، لان هنا طالما بترسم للاخت منظر وبتقولها انا شفت ربنا وكلمته فبيدل على اكتر من بنت طائعه لله. معايا يا ساجده؟ اكتر من بنت طائعه لله طالما بترسم لك على ورقه. لانه ورقه مجمع بنات. فبسم الله ما شاء الله انتوا ثلاث بنات، بس الثلاث بنات ما تتخيروش عن بعض. الحمد في طاعتكم لربنا. منتظمين في صلاتكم وكويسين يعني بسم الله ما شاء الله. هو ربنا مربيكم الاول الحمد لله. الحمد لله. فان هي ترسم لك في الورقه وكده، فهي انا عايزه بس اقول لك على حاجه، هي لو حبت ان هي تشتكي لكم منه في اي حاجه، مع ان هي مش هتشتكي لانها هتعيش. لو حبت ان هي تشتكي في اي حاجه قولي لها بالراحه واحده واحده عليه، لان هو بيمر بظروف مقلقه جدا. فربنا يكون في عون يا رب العالمين.
هو فعلا هو صعب جدا في طبعه، وهي بتتحمل لأبعد حدود يعني الحمد لله. لا هي صبرة، هي صبرة جدا، بس هو صعب ليه بقى؟ لأنه هو بيمر بحاجات مخلياه متعصب. فاهمة؟ ايوه. وانا شاكة كده ان هو مشغول شوية بالبلد يعني. ايوه فعلا. صح؟ فعلا. هو جزء من الموضوع؟ هو ضابط، ضابط جيش. ضابط. ايوه. طب يا ست الله يكون في عون. طيب بصي قوليها اصبري عليه ويا بختك عند ربنا، ربنا يهدي لها الحال يا ساجده يا رب. شكرا ليكي جدا. ام مصطفى سلام عليكم يا ام مصطفى. ام مصطفى السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام مصطفى. استاذه منى ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضلي يا ام مصطفى. والله عندي حلم عايز احققه. قولي يا حبيبتي. حاضر. ماشي. يعني انا كنت خارجه كده هجيب طلبات. فجبت ايه؟ عنب. وسبت العنب يعني كده في حله. ومشيت في شارع كده لقيته ضلمه. فرجعت. لقيت العنب منشال من الحله محطوط في شنطه وعند البياع. يعني رجع تاني عند البياع. فببص على الشنطه على الحله لقيتها فاضيه. فواحد قال لي ايه العنب اهو على العربيه. ببص العنب اللي لقيته فيه يعني موز، ثلاث موزات كده ولا اربعه. فاخدت الشنطه وفي الحله ورحت ماشي. ورجعت خدت العنب وروحتي. وفي حلم تاني برضه. طب ناخد ده الاول يا ام مصطفى. صحتك عامله ايه؟ يعني الحمد لله. تستاهل الحمد يا رب العالمين. كويسه ما فيكيش اي حاجه؟ الحمد لله. تستاهل الحمد. بصي يا ام مصطفى، هو ان العنب تاخديه وتنسيه ويرجع للبياع تاني فبيدل على ان في رزق كان جاي واتاخر شويه وتبدل قدامه صحه. نعم. فاهمه؟ نعم. يعني ما جاش على طول اتعطل، يعني ممكن يكون خبر جاي لك مثلا ربنا يكرمك النهارده بحاجه او انت مستنظره حاجه وتعطلت شويه. نعم. موضوع انك تلاقي الموز وبعد كده تاخديهم تاني في الحله وتاخديهم وتروحي بيتك فبيدل على الست وثباتها وايمانها من ربنا، وبيدل على الرزق اللي جاي، وبيدل على الست المدبره. الله يكرمك. فيا رب الستات بقى كلها زيك يا ام مصطفى ان شاء الله. شكرا ليكي جدا يا ام مصطفى. سمر سلام عليكم يا سمر. عليكم السلام. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. حضرتك انا عندي بس كام حلم كده صغيرين. طب قولي يا سمر اتفضلي. حضرتك هو ماما حلمت امبارح ان هي ومرات خالي وابن خالي قاعدين في مكان وبعدين في حاجه كده مشيت قدامهم، فماما بتحسب الحاجه اللي مشيت دي سمكه. فبتمد ايديها كده بتمسكها لقتها ارنب. ارنب. ايوه. وبعدين مرات خالي عايزه تذبحه فما قدرتش تذبحه فادته لماما، فماما مسكت السكينه هي وابن خالي وذبحوه ونزل دم وذبحوا الارنب. ايوه. هو في حد مش متجوز من البيت يا سمر؟ ايوه عندنا. ايوه. كم واحده؟ انا واخواتي الاثنين الرجاله. وانت في سن يسمح للزواج؟ ايوه. طيب هبشرك يا سمر، هو طالما الارنب رايح جاي رايح جاي واندبح فبيدل على بنت البنوت اللي هتتجوز وتبقى ام وكده، فاهمه؟ ايوه. دي يخص الست، يخص الواحده. يعني حضرتك الحلم ده ليا انا مش لحد من لا لبنت حلم. بنت بنوت لسه ما اتجوزتش. ايوه. هتتجوز دي جوازتها. أيوة. دبح. يعني انت انت يا سمر، وانت الوحيده على اخواتك الصبيان يبقى انت يا سمر. انا ليا اختين بس هما متجوزين. لا يبقى انت، ما انا بقول مين اللي ما اتجوزتش. ان شاء الله. يبقى انت عايزه تلفي وتدوري يا سمر عليها لحد ما اوصلك ان هو انت يا سمر. انت يا سمر. طيب حضرتك الحلم الثاني. هي اختي اللي حلمت، واختي متجوزه وحلمت ان جوزها شافته في مكان كده بس هو بيجامع واحد. بيجامع واحد. ايوه. وهي عماله بتقول له حرام حرام، دي من الكبائر، انت بتعمل كده ليه؟ ده كده حرام. قال لها انا ما كنتش اعرف. بس هو بيدل على الذنب اللي هو بيرتكبه ولكن ما بيستغفرش ربنا عليه، مش ما بيعملش الموضوع ده، لكن في ذنوب هو بيعملها، في حاجات بتزعل ربنا منه وما بيستغفرش عليها ربنا، وبيدل على الامر اللي هو بيترجاه وما بيتمش عليه. فاهمه يا سمر؟ بس كنت عايزه اقول لك يا سمر حاله ايه مع ربنا، لان انا عندي شايفه ان ممكن يكون عنده تقصير في الصلاه فعايزاه يرجع لربنا يا سمر ان شاء الله، وربنا يهديه رب العالمين. شكرا لك يا سمر. شيرين سلام عليكم يا شيرين. ايوه عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. معلش معايا ثلاث احلام كده لو سمحت. اتفضلي يا شيرين. اول حلم خير اللهم اجعله خير ان شاء الله. ان انا في مكان تجهيز فساتين، يعني في فساتين بتظبيط فساتين زي ترزي كده. وانا عماله اقيس في الفستان لونه ابيض، كل شويه اقيس ويظبطوا فيه واقلعه واقيس تاني واقلعه واقيس تاني، المهم لما يعني ظبط الفستان. فلبسته، فبعد كده لبست حجاب بس طلع الفستان اخضر مش ابيض. فستان اخضر.
ولابسه حجاب كده وشكلي كان جميل ومعايا ابني، انا اصلا مطلقه ومعايا ابني. فركبت عربيه معايا اخواتي وجيت هنا على بيت بابا، البيت انا قاعده فيه موجوده فيه يعني. لقيت ماما متوفيه اصلا موجوده في البيت ومعاها اتنين بينظفوا البيت. وهي شكلها قاعد زعلان يعني. فانا رحت بيسها كده جامد، بقول لها ماما احنا كلنا بنحبك بس انتي حاسه زياده عن اللزوم. وهي قاعده ساكته كده ومش مبسوطه، عماله تبص للفستان بتاعي كده وتبص لي جامد يعني، يعني تبص لي كده بما زعلان مننا بس مبسوطه من منظر الفستان اللي انا لابساه، الفستان اللي هو الاخضر. وخدت ابني ودخلت الحمام وصحيت من النوم على كده. قولي لي يا شيرين، هي دي كانت الجوازه الاولانيه ليكي تفشل؟ ده اول شخص في حياتك؟ هو بصي يا شيرين، انت معكيش غير ابنك واحد مش كده؟ معايا ولد واحد. ربنا يخليه لك يا رب. هو قال انت اتغيري اكتر من فستان وكده، فبيدل على في عرسان جايه، يعني في رجاله جايه، الامر لسه ما انتهاش، لسه فرصتك في الحياه تاخديها. ولكن في لما تلبسي في الاخر فستانك الاخضر فانت ساعات بتقولي انا هفضل على ابني واربيه واعيش معاه وخلاص. ايوه هو صح كده. لا انت هتتجوزي تاني، انت هتتجوزي تاني، بس والدتك فرحانه بيكي في ايه؟ ان انت ستره نفسك ومحدش عارف يعلم عليكي بغلط، وراجل رايح وراجل جاي اللي هو انت. فاهمه يا شيرين؟ فالفكره اللي في دماغك دي ان انا هبقى على ابني ومش هتجوز وهعيش له وانا ده اللي طلعت بيه من الدنيا ديت، لا يعني ايه؟ لو جالك ابن الحلال اللي يناسبك وانت ارتحتي له وصليت عليه صلاه استخاره وارتحتي له، توكلي على الله، لانه الحلم بتاعك بيدل على ان في اكتر من شخص هيتقدم لك. والله اعلم يا شيرين. شكرا لك جدا يا شيرين. أمة الله السلام عليكم. أمة الله؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا كان في بيني وبين جوزي مشكله. ونمت صليت وراحت عليا نومه وحلمت ان هو جايني بشكل طبيعي. وبعد كده بيتقلب براسه لراس كلب وعايز ياكلني. ما عندوش عقل. حلمت الحلم مرتين في اليوم. طب هقول لك على حاجه، هو دلوقتي مش هو موجود معاكي في البيت؟ لا احنا في مشكلة بينا ومنفصلين. منفصلين طلاق يعني ولا في غضبانة؟ غضبانة. غضبانة. طب بصي، ان هو راسه تتحول لكلب فبيدل على الراجل اللي ما بيعرفش يفكر، ما عندوش عقل. قليل المروءة. صح قليل المروءة. ايه؟ صح. ما عندوش شهامة، مش جدع، ما بيحافظش على بيته، ما بيعرفش يستر بيته، خايف، بيشمت الناس فيه. ان هو يعضك وكده او يأذيكي منه فبيدل على الاذى لمراته، ان هو بيخلي الناس لسان الناس مش ماسكه غير في سيره مراته. فكل اللي عايزه اقول لك ربنا يهده لك، ادعي له بالهدى، اوعي تدعي عليه، ادعي له بالهدى، يا بختك عند ربنا وصبرك عليه. والله اعلم يا امه الله. شكرا لك جدا. هقول لاستاذ خالد. السلام عليكم يا استاذ خالد. طب ارجع لنا تاني ان شاء الله. هاخد رسالة معايا بسرعة بتقول: حلمت ان جسدي كله نمش فقلت لنفسي تاني انا تعبت. هي يعني جسمها كله نمش فهي بتقول تاني انا تعبت، بيدل على كثرة الذنوب. يعني حاولي، يعني هي ربنا بعت لك الرؤية عشان تستغفري وعشان تتوبي، فهو بقى هو عايزك وربنا بيحبك فهو بعت لك الرؤية عشان تفوقي من الغيبوبة اللي انت فيها، تقول استغفر الله العظيم يا رب. والله اعلم. شيرين سلام عليكم يا شيرين. ايوه حضرتك، انا كنت بكلمك بس الخط قطع. ايوه حبيبتي اتفضلي. طب في حلمين كمان معلش. اتفضلي يا شيرين. انا حلمت ان انا واقفه في مكان يعني فاضي خالص، بس في بيظبطوا فيه بمكنه كده يعني حته عاليه وحته واطيه، بيفردوا زي التراب فيه كده او رمله وبيظبطوه. في بيت كده بيت عمي، وانا يعني ادخل ابص على الناس وهم بيشتغلوا وادخل، فبقول لهم تعالي اقعدي، هي ماما متوفيه برضه. فبقول لها تعالي اقعدي في معايا، ده في هوا هنا حلو بدل ما عندك الدنيا حر وكده. قالت لي انا هقعد هنا، انا مرتاحه هنا. فانا قلت لها ماما تعالي، ده قالت لي انا نروح هيك دلوقتي وهنشغل مروحه هيبقى كويس يعني. فانا سبتها ودخلت الحمام وقعدت، يعني قعدت على الحمام، عملت حمام، لقيت واحده في الحمام قعدت تقرا قران في الحمام. فانا قاعده كده، فيعني انا يعني كنت يعني كان يعني كان كنت متضايقه خالص ان واحده تقرا قران في الحمام يعني. فانا قمت وطلعت من الحمام، فبقول لهم ده في واحده هنا كانت بتقرا قران في الحمام، انت شفتيها؟ قالت لي انا ما شفتش حد. وصحيت من النوم على كده. بصي، هو اول حاجه دخولك في الحمام الرصيف العالي والواطي هي حياتك المتقلبه. ايه؟ حياتك المتقلبه، حياتك اللي دايما ما فيهاش الفرح، ما فيهوش قد كده. حتى انت مطلقه ومعاكي ابنك اهوت، من جواكي برضو حزينه. موضوع ان انت والدتك وكده انك تشوفيها وان هي تقول لك على مكان تاني احلى، فبيدل على دار الحق اللي هي فيها، ده المكان الوحيد اللي الصحيح اللي هو الاخره. فاهمه؟ موضوع ان انت تكوني في الحمام هو همك، همك وفكرك الدايم.
اول حاجه على مستقبل ابنك، تاني حاجه على حالك، ان انت ما خدتيش فرصتك في الحياه. اه موضوع الست اللي بتقرا القران ده، هو المفروض قراءه القران في الحمام غلط صح؟ معايا شيرين؟ ايوه مع حضرتك. المفروض قراءه القران في الحمام هنا غلط. ولكن مع وجود واحد ميت بره وبتقول لك انا ما شفتهاش، فبيدل على الفرج عليكي، يعني همك وغمك اللي انت فيه والدتك بتقول لك ربنا يفركها عليكي، بس هي ما عندهاش علم الغيب، ما عرفتش تقول لك امتى ربنا يفكها عليكي يا شيرين، فقالت لك انا ما شفتهاش. ولكن دي بشرى ان ربنا يفكها عليكي، دي قراءه القران الست اللي في الحمام، لان عندك ست دنيا قراءه القران هو رب العباد، انت في الهم والغم، والدتك ما تعرفش الغيب، ولكن ميت جاي بيبشرك. والله اعلم يا شيرين. طيب في حلم تاني معاك. اتفضلي يا شيرين. بابا برضو متوفي. انا قاعده في مكان كده برضو بيتنا بس اوسع شويه. وبابا بيقول لاخويا احنا عندنا يعني مطعم وكده. ورث احنا كلنا فيه يعني. فبقول اخويا خلي اختك تمسك الحسابات بتاعه المطعم. فراح بابا قال له اختي، قال له خلي شيرين تمسك حسابات المطعم. فراح قال له ازاي تمسكها ازاي، انا ما اقدرش يا بابا من اخويا الثاني، في لي اخ كبير يعني. فراح قال له انا بقول لك كده واسمع الكلام. فراحت اختي كانت موجوده قالت له، قالت ايه؟ شيرين معايا؟ طب شيرين الاتصال، طب شيرين انت معايا؟ طب شيرين الاتصال انقطع، ولكن خلي اختك تمسك حسابات المطعم، واخ واحد يرفض وواحده تقول ماشي وكده، فهو بيدل على انك تراجع حساباتك في الفكر اللي في دماغك. تاني حاجه اخواتك يراعوكي، مطلوب من اخواتك الصبيان ان هم يراعوكي، لانه دلوقتي هم مثابه الاب والام ليكي انت، فالمفروض يراعوكي ويخلوا بالهم منك. تاني حاجه راجع حساباتك، الحسابات مش المقصود اللي هي بتاعه المطعم، انت اتفقلي، خلي التفاؤل يخش في قلبك عشان الباب يخبط. والله اعلم يا شيرين. ام مروان سلام عليكم يا ام مروان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحت ليا حلم الجوزي دايما بيحلمه. خير ان شاء الله. وكم حلم ليا انا بعديه. حاضر يا ام مروان. ماشي. على طول جوزي بيحلم يعني ان انا ايه في وضع يعني مش هو يعني كاني يعني في الحلم مش كويسه، انسانه مش كويسه يعني او كده. في اطراف تانية في الموضوع؟ لا، هو على طول يحلم بيا كده على طول، وان انا ابقى معاه ده في الحلم، مع ان انا الحمد لله يعني في الحقيقه غير كده. وصلي لي اكتر. يعني ما بتعملي علاقات مع حد؟ يعني. طب هو الراجل ده بيغير عليك الاول قوي كتير، فطبعا كتر غيرته هيجيبها على ام مروان، فيروح بقى ينام ويحلم بيكي. دي بيدل على كتره الغيره للراجل، مع ان انت بتبدليه الحب وبتبدليه كل حاجه، ولكن هو يعني بيغير اكتر منك بكتير جدا. صح. ايوه. انت بقى مشكله ام مروان بقى ان انت بتدلعي ساعات في غيرتك، انا عايزاكي تبينيها له زي ما هو بيبينها لك. لانه عايز يحس منك ان انت ما انتش شايفه غير هو الوحيد في الدنيا. وانت ما انتش شايفه غير كده فعلا. ايوه. ولكن الست طبعا بمشغوليتها طول النهار بعيالها ببيتها بحالها، فمش بتدي للراجل حقه في الحنيه قد كده. ايوه. ففي الاخر بقى بيروح يحلم لك حلمين، بيقوم الصبح زعلان منك. ف يعني اديله شويه حنان يا ام مروان. ماشي. حاضر. اتفضلي يا حبيبتي. طب الاحلام في كذا حلم بقى، يعني احلام كتيره قوي بتتكرر معايا على طول. قولي يا ام مروان. يعني على طول احلم ان انا حافيه ماشيه في الشارع حافيه. وفي ان انا في الحمام على طول. وساعات ابقى في الاسانسير وراسي مرفوعه، يعني في جاذبيه كده راسي مرفوعه ان انا فوق، يعني راسي لازقه في السقف بتاع الاسانسير. طب حالك ايه مع ربنا؟ انا الحمد لله والله بصلي باستمرار، يعني ما بقطعش الصلاه. مواظبه على الصلاه؟ الحمد لله. انتظمت من امتى؟ لا، من كذا سنه يعني كتير الحمد لله. طيب بس الاذكار والكلام ده. وفي برضو حلم القطط، بحلم بالقطط وساعات بتعضني او كده. او بصلي وما بكملش الصلاه، يعني ما بكملش الصلاه لاخرها. ده في الاحلام. ده الاحلام. بص بقى انا هقولك على احلامك دي كلها معناتها ايه. اول حاجه ماشيه حافيه بيدل على هم شويه من جهه المال. موضوع ان انت تدخلي الحمام هم الست على عيشتها. موضوع ان انت في الاسانسير وبترفع على الارض، فبيدل على حالك ما فيهوش ثبات، يعني انت في مواضيع معينه عندك نفسك ترتاحي منها، نفسك تخلص، وخاصه تخص الزوج، نفسك تحسي ان انت مرتاحه كيانا من جواكي. موضوع ان انت قطه تعضك، فعضت القطه هنا، فبيدل يعني 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 والله اعلم يعني على مرض بسيط. بس ربنا يشفيكي منه يا رب. اما موضوع ان انت صلاتك ما بتكملش، فبيدل على في حاجات ليكي في الدنيا كتير جدا ما بتكملش عليكي،
دي صلاتك يعني في امور انت بتتطلبيها او نفسك فيها او نفسك انها تتم ولكن هي بتقف ما بتكملش عليكي. فكله بامر الله يا ام مروان ما تقلقيش كله بامر الله وربنا يفرجها عليك وعلينا يا رب العالمين. ساجده السلام عليكم يا ساجده. انا كنت لسه مع حضرتك من شويه مدام منى. ايوه حبيبتي اتفضلي. معلش انا الخط قطع بس. اتفضلي يا حبيبتي. حلمت ان واحده صاحبتي حلمت لاختي واحد لابس ابيض بيسالها بيقول لها اللي هناك دي اسمها ايه؟ فقالت له هاجر. قال لها دي اسمها نور. اسمها ايه؟ نور. نور. اه ربنا ينورها على حياتك يا رب. يا رب. بصي نور خدي كل حاجه حلوه في الاخره. اه وفي الدنيا. اه انت جميله جدا. ربنا وبتاعت ربنا جدا يا رب. وربنا منور قلبك ومتعلقه بالله زياده عن اللزوم الحمد لله ومع ان سنك صغير. اه فالمفروض بقى التعلق بالله الجامد ده يعني سبحان الله الحمد لله. شوفي السن الصغير بتاعك وانت طالعه. طب ما دام على فكره انا تقى اخت ساره وهاجر. طيب صح كده صح كده طبعا انتوا حبايبي انتوا حبايبي طبعا. يبقى انا كده فسرت الحمد لله كده صح. طبعا بنات بسم الله ما شاء الله يا رب يجعل البنات كلها زيكم يا رب العالمين. صلاه وصوم وعبادات واخلاق ما فيش بعد كده يعني هم رجاله دول رجاله. فربنا يسترك يا ساجده انت واخواتك يا رب العالمين. شكرا ليكي جدا. شيرين سلام عليكم يا شيرين. ايوه حضرتك معلش الخط قطع وما كملتش الرؤيه. ولا يهمك يا حبيبتي اتفضلي. كانوا حضرتك قلت لكم خليه بيقول لي بيقول لاخويا خليها تمسك حسابات المطعم. اه فقال له اخويا التاني اللي ماسكها. اه فالمهم انا نزلت جه منظري وانا بستحمى في انا استحميت يعني بابا قلت علي ما نصلي. اه هو متوفي. اه فاستحميت واتوضيت ولبست الحجاب كده بتاع الصلاه وقفت صليت. صليت ورا بابا يعني انا بصلي انا وبابا. صليت ورا بابا. اه طب جوازه ايه؟ جوازه حضرتك مش سامعه. جوازه الف مبروك. لا والله الف مبروك يا شيرين. نعم. جوازه وعريس هيجي جاي في الطريق ان شاء الله. لا انا ما بفكرش في موضوع الجواز ده. لا تفكري والله لان هو يستاهل ان تفكر في الشخص اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله بس. ان شاء الله شكرا لك. طب يعني موضوع الحسابات والحاجات اصلا الاخ الكبير ده انا عندي يعني في مشاكل معايا. لا هي الحسابات هي انت ترقت يعني حسابات في دماغك انت حاجات انت غلطانه في حساباتها مع نفسك في الدنيا في حق نفسك انت هتراجعي فيها نفسك تاني. وموضوع اخواتك وكده فهم يراعوكي انا قلت لك هم يراعوكي يخلي بالهم منك يحطوكي في عينيهم لما يسلموكي لابن الحلال. الموضوع هنا مش موضوع فلوس هو موضوع ستر البنت والله اعلم يا شيرين. حاجة امينة السلام عليكم. الو ايوه السلام عليكم. ايوه سألكم السلام عليكم وبركاته. اتفضلي يا حاجة امينة. انا اسمي اميرة. اميرة؟ اه اتفضلي يا اميرة. لو سمحتي انا مطلقة بس على طول بحلم دايما بطريقي ان هو بيجامعني ويقولي خلاص انا تعبت ومش قادر. بيقول لك ايه؟ انا تعبت ومش قادر. انا تعبت ومش قادر. تعبت اه. انت مطلقه طلاق نهائي يا اميره؟ لا طلقه واحده. طب هترجعي يا اميره؟ ان شاء الله ده رجوع. هو هنا الجماع بينك وبين راجل طالما لسه ما فيش طلاق نهائي فبيدل على الرجوع وحتى لو كان في طلاق نهائي فبيدل على الكلمه الحلوه اللي هو بيقولها عليكي او ان هو فاكرك دايما بالطيب فان شاء الله بامر الله رجوع وكويس ان هو اللي قال لك الكلمتين دولت وهيرجع لك ان شاء الله يا اميره والله اعلم. حاجة زينب السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اتفضلي. ازيك يا دكتورة منى؟ ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله انا بتفرج عليك كل يوم بحبك قوي. الله يخليكي يا رب يا حبيبتي ويصلح لك حالك يا رب العالمين اتفضلي. ربنا يكرمك يا دكتورة يا رب. بقول لك يا دكتورة انا حلمت ان شاء الله يعني انا ان شاء الله يعني رافعة دي على زوجي وهتطلق يعني منه كده. ليه كده يا زينب ليه كده؟ يعني ما فيش يعني ما ينفعش كده. ربنا يصلح الحال يا رب يا زينب. طب قولي يا حبيبتي. حلمت ان انا ماشيه في طريق وطلعت بيت وانا كنت قاعده مع اختي واختي بتقول لي انا مش عايزاكي تقعدي معايا. وابويا كان قاعد وامي كانت قاعده فبقول لها ليه مش هتقعديني معاكي؟ اما ابويا رد عليها وقال لها هي شقتها فوق. قلت له يابا ده الشقه بتاعتي فاضيه. قام رد عليا قال لي ربنا يسهل. قمت رد قلت له انا عايزه انا هجيب فيها مرتبه. ونزلت على كده وبعت حاجه في الشارع معرفش بعت ايه. وكان معايا كيس فلوس ففي حد كان بيبيع معايا معرفش هو مين. حد كان بينام معاكي؟ كان بيبيع معايا. بيبيع معاكي؟ اه معرفش كان بيبيع معايا يعني ايه. هي اختك اختك اللي هي ايه ما رضتش اللي هي تطلعك عندها دي مش متجوزه ولا متجوزه؟ متجوزه بس هي جوزها بيسافر وكده وانا بقعد معاها على طول يعني. كنت بقعد معاها في الاول بعدين قعدت مع اهلي.
بعدين بعت حاجه فديت الحد ده 500 جنيه من الكيس اللي كان معايا. كان معايا كيس فيه فلوس واديته 500 جنيه. بعد كده مشيت مع الحد ده في عربيه، وبعدين نزلت من العربيه كان الليل ليل. دخلت بيت ما اعرفش بيت مين. ولقيت واحده قاعده، يا بنت قاعده على كرسي ونايمه ومغطيه. بعدين انا نمت جنبها، بعدين صاحب البيت قفل البيت وما شافنيش، ما اعرفش انا بيت مين يعني. بعدين صحي الصبح لقيت، حاولت استخبى، صحي الصبح لقوني، حاولت استخبى ما لقيت ست كبيره قاعده على كرسي تقول لي امي امي انا شفتك. بقول لها انا ما كنتش جايه على حاجه، انا كنت ماشيه في الشارع يا حاجه ولقيت بيتكم مفتوح ونمت معلش كده يعني. قعدت اقول لها كده، لقيت اهل البيت جم، واحد وواحده وابنهم، والبنت اللي كانت نايمه صحيت بتقول لي، بيقولوا بقى انتوا سبتوا الباب مفتوح ليه؟ اقفلوا الباب وحطوا عليه قوانين عشان محدش يشوف. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل وأقدار. زعلانة على حالك ان انت تبقي في السن الصغير ده ومطلقه، فاهمه؟ بس انت بتحاولي ترسمي البسمه على وشك ان انت مش زعلانه، ولكنك من جواكي حزينه جدا. ما انتش حزينه عليه، ده انت حزينه على العمر اللي انت قضيتيه معاه. ايوه حزينه على العمر فعلا، لكن مش على مش عليك كشخص، شخص انت مش مدوره عليه، وانت ندمانه انك انت اتجوزتيه اصلا. ايوه ولكن اللي انا شايفاه ان في نصيب ليكي بسرعه جاي لك، لان انت عبايتك الشفافه اللي انت لبستيها، وان انت حد بيكلمك، شاب بيكلمك وانت بتقولي له ان دي عبايه اختك او اختك احلى حاجه زي كده، فده بيدل على ان في ابن حلال مستني الموضوع ده، او ان هو هياخدك. دي حلم تاني يا دكتوره بعد اذنك. هو قبل الحلم ده، اتفضلي يا زينب. حلمت ان انا ماشيه انا وزوجي ودخلنا شارع فيه كورن تعيش من ابو شيلين ده، وقفت وبقول له، هو زوجي سابني ومشي وراح المحل كده، وحب يشتري حاجة يعني من المحل ده. فاشتري الحاجة دي وبيقول له اشتري حاجة، فاشتري الحاجة ديت وبيقول له انا دفعت لك، فبيقول له لا انت ما دفعتش، بيقول لي صاحب المحل انا دفعت لك. الشخص ده اللي بيقول لجوزك ادفع لي؟ لا بيقول لزوجي انت، زوجي بيقول له انا دفعت لك. دفعت لك؟ فزوجي بيقول له لا، بيقول له انا دفعت لك. اما الراجل قال له لا انت ما دفعتليش، قال لا انا دفعت لك، ومش عارفه بقى دفع له ولا ما دفعلوش، وخد موز منه ومشي، جالي عند الفرنه دي. فاشترينا 10 رغفه. بايه؟ فانا اشتريت 10 رغفه من الفرنه، هو جالي جاب الحاجه دي، جاب موز. وجالي عند الفرنه. فبقول له اشتريت؟ قال لي اشتريت. بقول له دفعت؟ فما ردش عليا. ما ردش عليك؟ ما ردش عليا. فانا بقول لصاحب الفرن انا عايزه 10 رغفه. قام هو مطلع 10 جنيه من جيبه واداها لصاحب الفرن، فصاحب الفرن اداله جنيهات، بس جنيهات قديمه كده. فقال له لا، الجنيهات القديمه دي ما تنفعنيش، خد بقيت ال 10 جنيه بتاعتك واديني ايه؟ واديني ال 10 جنيه بتاعتي الصحيحه. قام الراجل خد الباقي واداله ال 10 جنيه، قمت انا قلت له انا معايا فكه، فاديت الراجل جنيه. بعدين الراجل عمال اداني 10 رغيفه، وعمال ياخد رغيف ياكل منه حته ويحطه تاني، ياكل منه حته ويحطه تاني، هو شاب صغير كده. فانا بقول له انت هتفضل تاكل منه حته وتحطه تاني؟ لا خده كله. قمت مدياله رغيف، قمت ماشي انا وزوجي. خلص الحلم على كده. طب قولي لي يا زينب، هو في كان حد متقدم لك قبل الزوج ولسه موجود لحد دلوقتي ما اتجوزتي؟ لا. في ولا مفيش؟ لا. لا مفيش. لا مفيش ولا من العيله من عندك؟ لا مفيش حد. طب بصي يا زينب، هو موضوع ان هو يقول له ان هو واحد، وخاصة جوزك يعني، ان هو دفع على حاجة ويقول له التاني انا دفعت لك، والعيش اللي بيتقطب منه ده اهم ما في الموضوع يعني، فبيدل على ان في حد عايزك، في حد موجود حاليا وعايزك.
بس مستني الموضوع بتاعك ينتهي. بس زوجي ده علشان خاطر خد حاجات يعني الايه؟ طلع حرامي وكده. الايه؟ خد حاجات من شغله وطلع حرامي. طلع حرامي؟ اه خد حاجات من شغله. هو ده سبب ان انت ده سبب ان انت عايزه تسيبيه؟ اه وقال لي وجاب لي فلوس وكده فانا سبته عشان كده عشان هو يعني جدع جدع يا زينب. انا وابنه حرام. لا ما ينفعش تاكلي حرام مهما يجيب لك، هو بيفرحك بالمال اللي كان جايبه ولكن هو تعيس نفسه. فبرافو عليكي طبعا، هو ده الدين وهم دول المسلمين طبعا، مش هتقبلي انك تعيشي بفلوس حرام مهما يجيب لك، وربنا يصلح لك الحال يا زينب يا رب. ام حسن السلام عليكم يا ام حسن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره منى؟ الحمد لله يا ام حسن بخير يا حبيبتي. حلمت خير اللهم اجعله خير، الحلم ده كان في رمضان. خير ان شاء الله. حلمت ان انا كنت رايحه المدافن وانا ماشيه لقيت ثلاث جاموسات. لقيتي ايه؟ ثلاث جاموسات. ثلاث جاموسات؟ اه. فانا سبتهم ومشيت وانا واقفه في المدافن. فلقيت الجاموسات دي بعد شويه ناس الثلاث جاموسات دول محط بيقولوا ده ناس جايين عمالين يصوتوا على الثلاث جاموسات دول وحاطينهم على العربيه كارو. بس الجاموسات لقيتهم رافعين رقبتهم مش ميتين بيصوتوا على الجاموسات بس هم مش ميتين. وانا واقفه في قلب المدافن وفي جبانه مفتوحه وانا يعني واقفه مستنيه ان حد هيتحط فيها. وانا واقفه عماله ابص بس انا مش عارفه مين اللي هيتحط فيها. انت مش عارفه مين اللي هيتحط في المدفن المفتوح؟ اه اه. والناس خدت الثلاث جاموسات وبيصوتوا عليهم حاطينهم على عربيه كارو بس هم يعني انا كنت شايفاهم وانا رايحه المدافن ماشيين على رجليهم. وانا واقفه في المدافن لقيتهم محطوطين على عربيه كارو بيصوتوا عليهم بيقولوا ماتوا بس انا لاقيهم رافعين رقبتهم وما ماتوش. بس شفتيه امتى ده يا ام حسن؟ كان في رمضان. رمضان اللي فات؟ اه. سبحان الله. طيب ام حسن، هي رؤيتك رؤيتك رؤيه لينا كلنا يعني عامه، لان المدفن المفتوح ده انت ما شفتيش حد تعرفيه او ما تعرفوش اندفن فيه. فربنا يصلح حال البلد دي يا رب العالمين الاول، انك تخشي المقابر وكده فبيدل على ان احنا لو افتكرنا الاخره هنحصلوا اعمالنا في الدنيا. دي المقابر اللي انت دخلتيها لينا كلنا. موضوع اللي هو الثلاث جاموسات وكده، فان شاء الله الخير اللي راجع لنا والاقتصاد اللي هيترفع ان شاء الله، ولكن مع الصبر طبعا. هم يتحطوا على عربيه كر وكده وفي حد يصوت فبيدل على النهب وبيدل على الناس اللي نهبت وخدت وبوظت البلد، وان هم يحيوا تاني فبيدل بامر الله على الايام السعيده اللي جايه. اما موضوع المدفن الواحد اللي مفتوح، فالمدفن الواحد بيدل على شهر واحد واحنا في شهر واحد طبعا من رمضان لشهر واحد، فبيدل والله اعلم ان الشهر ده هيمر على فيه شويه صعوبات كده، ولكن بامر الله ينتهي بامر الله، والله اعلم يا ام حسن. منى سلام عليكم يا منى. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. انا اول مره اكلم حضرتك. تحت امرك يا حبيبتي، اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. هو انا حلمت كده يعني من حوالي اسبوعين ثلاث اسابيع تقريبا. اني هو انا منفصله وكده عن جوزي وكده. فحلمت ان انا كنت انا معايا بنت، فحلمت ان انا يعني بشطفها وكده بس في الحوض بتاع الحمام. انت بتشطفيها؟ فالمهم وانا بشطفها فلقيتها عملت حمام سوري يعني تقيل وكده. فروحت انا شايله اللي سد الحوض وكده وشطفتها. بس فجاه لقيت نفسي زي ما يكون استحميت كده وبسرح شعري. فوانا بسرح شعري بقول يا ده دلوقتي بقى هو طالع يعني اسمه محمد، قلت دلوقتي هخرج بقى وبسرح شعري كده، وهو دلوقتي بيعمل يعني كان بيعمل حاجات في المطبخ، فقلت ممكن يزعق لي وكده. فلقيته لا ما كلمنيش، فخرجت فلقيته ايه بيعمل فول في طاسه بس بيعمل حركه غريبه قوي، بينقي شويه فول من الطاسه وهما في نفس الطاسه، فانا يعني زي ما اكون بقول له ايه ده، فهو بيقول ده عشان والده وكده. عشان والده فهو الفول ده كان محطوط عليه فلفل حتى اللي واضح قوي الفلفل وكده. فانا ايه عايزه اقول له ايه، طب كويس يعني انت كده هتاكل باباك او مش حراق بس للاسف هو عليه فلفل. فانا عماله اقول له ايه طب يا محمد كده ده يعني باباك لما يجي ياكله هيبقى صعب عليه، اديله جبنه. فهو ما بيردش عليا بس زي ما يكون عايز يقول لي ايه يعني ما فيش دعوه هو ده. فانا ايه افتح حتى الفريزر واقول له ايه في جبنه اهيت وجبنه عده، طب حطها له جنب الفول عشان حتى لو ما عجبوش الفول ما يزعلش وياكلها يعني. فبرضه مش عايز يرد عليا. فلقيت بعد كده تقريبا يعني تقريبا ان والده كان قدامه طبق كده كبير زي ما يكون فيه مش عارفه جبنه ولا ايه، المهم راح محمد حط له ايه من فوق الفول ده بس اللي باين الفلفل قوي، راح باباه واخد لقمه كبيره
واول ما حطها في بقه عيني دمعت. اه فانا عايزه اقول له شوف يا محمد. فالمهم ايه، انا بعد كده ببص لقيت جنب والده عيش كتير قوي. فانا ايه لقيت العيش ده محطوط فيه رجل كرسي. محطوط فيه ايه؟ رجل كرسي. رجل كرسي. اه فانا عايزه اقول لوالده ايه، انا عايزه لمه. فهو والده عايز يقول لي ايه، لا يعني سيبيه. فانا بقول له لا حرام ده، حتى بص رجل الكرسي محطوطه زي العيش. فانا رحت شايله رجل الكرسي، او رجل كرسي خشب كده تقريبا. رحت شايله رجل الكرسي وبلم العيش، حتى عايزه اقول له بص رجل الكرسي زي معلمه في الرغيف. فوانا جايه بلم العيش لقيت ثلاث ترغيفه بس ناشفين ومكسرين. فجاي احطهم على جنب، وبعد كده جايه بلم العيش لقيته كله يعني تقريبا وشه مبهدل ومقطع كده. وبعد كده يعني ايه لقيت ابن عمي، هو في الحقيقه ابن عمي يعني اللي انا شفته اسمه خالد، قاعد كده وبيضحك. فانا بقول ايه، طب يا خالد ناولني حاجه احط فيها العيش ده. فراح خالد فعلا بيناولني وبيضحك كده، حتى هو مليان شويه. فانا في الحين بقول له ايه خالد يعني وتخين كده وبتاع، يعني مش ما وصلتش الطريقه عليه يعني، انا بعزه يعني وكده. فالمهم راح جاي بيناولني، راح بيناولني تقريبا حله وصينيه. فالمهم انا جايه بحط العيش فيهم، لقيت العيش ده وانا بحطه اتلف كده في كيس شفاف ابيض. بس. وخالد ايه، هو انت دلوقتي متطلقه خالص مش كده؟ انا متطلقه ومعايا بنت. وخالد اخباره معاكي؟ لا خالد ده ابن عمي وما شاء الله هو متجوز، بس كان عنده مشكله في الخلفه وكده، والحمد لله ربنا كرمه دلوقتي. الحمد لله رب العالمين. بس هو كويس معاكي يعني، بيتكلم معاكي في كلام بينكم وبين بعضكم؟ لا لا خالد ده ما بيكلمنيش خالص، احنا يعني انا بقالي بتاع اكتر من 10 سنين ما بكلمش ابن عمي ده يعني تقريبا. اصل في هنا ود، في ود بينكم وبين بعضكم. فاهمه؟ مش عارفه، هو ناولني الصينيه او الحله دي وانا حطيت فيها العيش. طب انا هفسره لك وخليكي معايا. ماشي. بصي، هو موضوع ان انت بنتك الاول بتشطفيها في الحوض وكده، هو قولي لي هو والدتها بيصرف عليها ولا ايه، ولا بيشوفها؟ هو بابا ما بيصرفش عليها خالص، والدي انا اللي بيصرف عليها. هو موضوع طبعا الحوض، فبالحوض معروف ان الراجل اللي بيصرف او الراجل اللي بيراعي الاسره. فانت قلتي والدك، وانت دلوقتي في البيت عند اهل عند اهلك دلوقتي؟ مدام منى، هو انت قلت ان والدك هو اللي بيصرف، خلاص على بركه الله. موضوع ان هو بيشكل او بيعمل اكل الفول وبيحط الفلفل وكلام من ده، فمعروف ان الفول بيتحط عليه كمون مش فلفل، بيدل على العيشه الضنكه، العيشه اللي كانت فيها صعوبات، وبيدل على البخل. اما موضوع ان انت تنصحيني يقدم لوالده جبنه وكده، فانت كنت ممكن تعيش، ولكن الظروف ما ساعدتكيش خالص معاه، لان المشكله بتيجي دايما جايه من عنده هو دايما. اما موضوع ان انت يجي العيش اللي فيه رجل الكرسي يعني صعوبه ان هو يتاكل او كده، فبيدل على العيش اللي كانت استحاله ان هي تكمل، لان لو كانت كملت كان هيبقى فيها اهانات ليكي. اما موضوع ان هو الشخص اللي اسمه خالد ده، ان هو بتديله العيش او بتلف العيش بالكيس اللي هو ده الملفوف والصواني او الحاجه اللي هو اللي انت بتديها له، بيدل على الود وبيدل على الصله كويسه بين الاطراف بينك وبينه. فطالما هو متجوز ربنا يصلح له حاله يا رب العالمين، ولكن خديه ممكن كاخ ليكي واستشيري في امورك والله اعلم. اسلام، سلام عليكم يا اسلام. وعليكم السلام. اتفضلي. كنت عايزه احكي لحضرتك على حلم يعني. طب الصوت بس يعلى شويه. كنت عايزه احكي لحضرتك على حلم يعني. اتفضلي. ام اسلام معايا؟ لا اسلام. اسلام طب اتفضلي. حلمت ان انا رايحه فرح. بس الفرح ده يعني ما فيهوش ولا زغاريد ولا نور ولا اغاني ولا حاجه خالص. وانا ماشيه في ناس كتيره خالص وشارع طويل خالص. بس فانا ماشيه فقابلت واحده صاحبتي فسلمت عليا. وقعدت تبص فيا فبتقولي انت احلى من العروسه. بس فانا راجع بقى، فانا يعني في صور في على ايدي اليمين وناس على ايدي الشمال وانا ماشيه في النص. بس وبعد كده دلوقتي فانا راجع لقيت عمي فبرضه قاعد يبوظ فيا ويبص فيا. بس فبعد كده وانا ماشيه فماما كان قاعد على سلم ويعني بوابه كبيره خالص وكده. بس فبعد كده ماما كانت تعبانه ومش قادره تتحرك، ففي عربيه واقفه على الشارع بره. فانا عايزه اركب العربيه وفي نفس الوقت مش عايزه اسيب ماما. بس فانا عماله اقول لها يا ماما طب يلا خلص انا هيمشوا ويسيبونا هيمشوا ويسيبونا. راحت جات لي طب انا مش قادره اتحرك. فرحت انا سبت ماما وركبت العربيه ومشيت وعملت لها باي باي. انت لسه انسه؟ ايوه انسه. ربنا يكرمك يا رب العالمين. الله يخليك. كل اللي انت حكيتيه ده بامر الله هو الزفاف. الزفاف للعريس. وموضوع والدتك ان هي قاعده او تعبانه او مش عارفه تقوم كده، فهي الدعاء من الام لربنا دايما ان ربنا يستر لها بنتها قبل ما يجرى لها حاجه. بعد كده ويبص الناس ليكي وكده فبيدل على المباركه. اما موضوع ان انت تركبي العربيه وكده وتعملي لها باي باي فوداعا للعزوبيه. بس فحلمت حلم تاني يعني. ان شاء الله اتفضلي. لابسه فستان ابيض فالفستان مش عاجبني خالص. بس ففي واحد بيقول لها هتاخديه انا هتاخديه، فالفستان ده حلو خالص عليكي. فانا قلت له بس انا مش عايزاه.
فراح لبسه لي فلبسته يعني، وان هو نظامه مجسم عليه وحلو خالص. بس يعني هو شخص هتقدم لك انت مش هتكوني فيه قبول، ما انتش قبلاه، ولكن كشخص انه يتقدم لاي واحده يرضوا بيه، ولكن حد هيقنعك بيه ان هو كويس، وفي الاخر هتاخديه، هتعرفي ان انت كنت يعني كان ظنك غلط، او انت مش فاهمه صح ومش عارفه تكرري. في الاخر لما تلبسيه يبقى على مقاسك ويبقى كويس، فخلاص انت هتفرحي بيه وهتقولي الحمد لله انا خدته. والله اعلم يا اسلام. شيماء، السلام عليكم يا شيماء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا شيماء. بصي يا حضرتك، انا حلمت خير اللهم اجعله خير. ان انا كنت قاعده في الحمام وفي واحده قاعده جنبي على الكرسي جسمها زي الجيلاتيني، فقعدت اتكلمت معايا، فانا هي دخلت من شباك الحمام. بعدين اخويا بيقول لي مين ديت، قلت له ما اعرفش، فقعدت اتكلمت وقعدت من خوفي منها قعدت اقرا قران ايه الكرسي وقل الله احد. فبعدين طلعت من نفس الشباك اللي هو طير الستاره وطلعت، فاخويا بيقول لي يا مالها دي عايزه ايه، قلت له ما اعرفش، دي بتقول لي كلامها مضمون كلامها ان هي عايزه تتجوز انسي وقالها رافضين. عايزه تتجوزك انتي؟ تتجوز انسي بني ادم. وقالها رافضين. فلما طلعت من الشباك فانا ببص عليها فبقول لها يعني عايزه اشوفها راحت فين. لقيتها واقفه مع ناس في الشارع ومحجبه. وبعدين زي اتكلمت معاهم كده بعصبيه. لقيت طلع لها ودنين. وبعدين لما شافتني ببص عليها متجارية داخله باب عماره وما شفتهاش. بس دوت اول واحد، وعندي حلم تاني معلش بعد اذنك. طيب على طول يا شيماء، اظن انت عارفه حسيت ان ده جن بقى وموقف حالك؟ يعني انا ما اعرفش، بس انا مش انت لسه انسة؟ لا انا متجوزه وعندي ولد. وعندك ولد؟ طب انت قلت ان ده جن؟ يعني موقف حالك في حاجات يعني؟ عندي مشاكل كتيره في شغلي وفي البيت و لا هو ده مش جن. لا هي دي نفسيتك التعبانه، لان اجمل ما فيها ان طلع لها ودان زياده وان اتحجبت. وان هي بتقول لك عايزه اتجوز انس، يعني انا عايزه اعيش حياه مرتاحه، عشان كده بقول لك وانت انسه، لان مطلوب هنا العيشه المرتاحه، العيشه اللي فيها استقرار، الانسان اللي تستقر في حياتها هو انت. فان هي يطلع لها اكتر من ودن فبيدل على راحه النفسيه للست، نفسها تسمع اخبار تفرحها من كذا مجال من كذا نوع. انت عندك نوع شغلك وعندك حياتك مع جوزك وعندك شوف عندك ايه تاني، صح؟ صح. هي دي الودانه اللي طلعت لها، وفي الاخر لما تتحجب وكده فربنا هيسترك وامورك كلها هتتحل، هتتعدل، هتخلص ان شاء الله. ان هي تختفي منك وكده فبيدل على خلاص الامر اللي فيها ينتهي ويخلص وامورك كلها تتحل بامر الله. وهرجع واقول الالحاح والصلاه بانتظام لربنا باذن الله. فهماني يا شيماء؟ والله اعلم. اتفضلي يا شيماء. بصي حضرتك، في حلم تاني اللي هو حلمت ان انا في محل كوافير وانا بشتغل فيه. فجوم عندنا تلات بنات، دول يعتبروا بنات خاله ماما. فبعد ما خلصوا الحاجات اللي هم بيعملوها وشغلهم، لما جت بتديني فلوس شكلها غريب، عريضه قوي وكبيره، وجواها فلوس تانية، يعني انا كنت بحسبهم 18 جنيه. ورقه كبيره وورقه صغيره لازقه فيها. وبعديها فانا بماما مشيوا، فانا بفتح الفلوس لقيتهم 18 و18 تانيين. 18 و18. بس ده اللي انا عايزه افهمه. طب وانت شغاله معاهم في الكوافير يا شيماء؟ لا. امال انت كنت بتعملي ايه معاهم ساعتها؟ انا كنت بشتغل لهم. صح ايه؟ انت انا اللي بسالك، يعني انت كنت بتشتغلي معاهم ولا انت كنت واقفه؟ لا كنت بشتغل لهم. كنت بتشتغلي الناس يعني؟ وانت بتاخدي الفلوس القديمه 18 في 18. طيب كويس، ماشي يا شيماء. اسمعيني يا شيماء، شكرا ليكي. طبعا معروف ان الكوافيرات وكده دي تجميلات الواحده وكده، ان هي تتجمل وتبقى حلوه. والمصريين كلك حلوين عامه. موضوع ان انت بتشتغلي في الكوافير وفي بنات تانية قرايبك بيشتغلوا كده، فبيدل على الرزق اللي داخل يا دوبك على القد. دي ال 18 والفلوس الكبيره، الفلوس اللي داخله على القد. موضوع 18 تانية، ف يعني الرزق اللي داخل لك ده لو انت لسه شغاله في الموضوع ده ما فيهوش بركه، وهيأثر عليكي في مجال شغلك في مجال تاني، وهيأثر على حياتك، لان احنا عارفين ان الباب ده حرام. ولكن في حاجات تانيه محلله للكوافيرات، يا ريت ان هم يمشوا بيها. والله اعلم يا شيماء، شكرا ليكي جدا يا شيماء. عمة الله، السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير.
والله يا استاذه منى بحاول من زمان اكلم حضرتك ومش عارفه اوصل لك يعني على يعني الخط الساخن ده صعب قوي. ما هو صعب لان هو دايما مشغول والله يا مطلوب. والله يا المهم يا استاذه منى انا عايزه افهم يعني حضرتك كتير قلتيني ان انا كنت مخطوبه وفكرتيني كتير ان انا هرجع يعني او في رجوع. طبعا ليه صوتك؟ ان في رجوع يعني خلاص؟ انت كنت مخطوبه؟ وحضرتك دايما تقولي لي ان في رجوع احلام يعني. وايه؟ احلام دايما بتقولي ان في رجوع. ان شاء الله قولي كملي. فانا واخده منا في احلام كتير انا حلمتها واهلي حلموها الناس قرايبي يعني فانا عايزه حضرتك بس تفهميني التوت ان انا في حلم واحده حلمته لي وكان في نعناع وحضرتك قلت لي ان النعناع في وقفه او في حاجه يعني. ماشي حضرتك فاكره اللي هو بتاع الشاي. الشاي بالنعناع. حضرتك فاكره؟ ايوه حبيبتي. ماشي يا استاذه منا في حلم اختي حلمته امبارح خلاص. الحلم ده ان احنا زي هي كانت في البلكونه واقفه ومع ماما عند ستي وبعد كده راحت طلعت من حد واحد قريبنا اسمه عمرو دخلها وراح قال لها ادخلي فالمهم راحت دخلت فالمهم زي اخته واخواته كانوا جايين من السفر فالمهم انا كنت قاعده جنب اخته زي هو زي هي اختي بتقول لي زي في الحلم هم بيتكلموا عن جوازه او يتجوز مين او كده فالمهم راحت بتقول لي هو كان قاعد يجي يبوسني انا يعني ويقول انت حبي القديم ويدخل اوضه وبعدين يطلع تاني تقول لي في الحلم قاعد يبوسك كتير قوي فراحت ماما اختي بتقول له ماما انت كده ربنا يحاسبك انت ازاي سايباها ومش عارفه ايه وكده بس الحلم ده خلص على كده. طيب انت ما انتش حاسه بتفسيره؟ لا ما انتش حاسه ان في خير؟ انا ما اعرفش. عندك عمرو من ايه؟ من التعمير يعني؟ جدعه و انا بسمع حضرتك على طول يعني انا شاطره. ده تصوري ان في ناس بتكتب التفسيرات دلوقتي في ورقه. لا وعلى النت كمان هنلاقيها يعني. عندنا عمرو من العمار. امال الامر المرجوع والمكان اللي هيتعمر او العقل والقلب اللي فضهم ويرجعوا يتعمروا تاني بشخصيه مفقوده. طبعا لان انت كنت مخطوبه. بقيت حلمك كله بيبشر بالرجوع ولكن انت ما انتش عارفه امتى. انت مش عارفه الامر اللي انت فيه ده اساسه ايه لان الاستعجال عندك واضحه موجوده ولكن انا عايزه اقول لك ان استني الفرصه جايه لك جميله جدا بس انا عايزاكي تصبري خدي نفس عميق كده وارتاحي وعرفي ان هو جاي ان شاء الله كله بامر الله والله اعلم يا امه الله. اعزائي المشاهدين فاصل سريع جدا وهرجع لكم تاني ان شاء الله. تقدم 0-140-19-731 أو رقم 0-22-49-3-88-64 أو 0-10-36-35-125 0-100-11-52-174 العنوان شارع جسر السويس مع أحمد أسمط أمام بوابة 4 نادي الشمس. الصحة والجمال لون جديد الحياة. تفسير الأحلام ده علم كبير ولكل حلم دلالة ومعنى وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756. خدمة الرسائل شارك معنا في خدمة الرسائل القصيرة SMS على قناة الصحة والجمال في جميع الاستشارات الطبية في التخصصات المختلفة وأرسل رسالتك على الرقم المرادف لبلدك. مستشفى الولايات العربية المتحدة United Arab States لصاحبها الأستاذ الدكتور محمد مقبل أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم أرقى الخدمات الطبية أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري تحديد نوع الجنين علاج الذكورة المتقدمة تحقيق أعلى نسب نجاح أمراض النساء والتوليد متابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية وقسم متطور للولادة تحت الماء في الجديد من نوعه
وحدة علاج العقم، قسم الأطفال المبتسرين، عدد كبير من الحضانات على أعلى مستوى، خدمة 24 ساعة، خبرة أكثر من 30 عاما، مستشفى الولايات العربية المتحدة، الخبرة، الجودة، التقدم. 0-140-19-731 أو رقم 0-22-49-388-64 أو 0-10-36-35-125 0-111-52-174. العنوان: شارع جسر السويس مع أحمد أسمط، أمام بوابة 4 نادي الشمس. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. هاخد معايا اتصالي يمنى. السلام عليكم يا يمنى. وعليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله يا حبيبتي. بقول لك ايه حضرتك، انا كنت حلمت حلم كده وعندي ثلاث احلام كده، يعني ايه تعبني شويه. لا خير ان شاء الله. اول حلم بقول لحضرتك، انا كنت قاعده في البيت ماشي، وبعد كنت قاعده في البيت انا ولاد عمتي وماما وكده البنات، ونزلت بصيت لقيت نفسي انا نازله، ولقيت نفسي واحده قاعده قدام البيت معاها شوال في رمل، على الشوال عليه رمل وعليه قواقع، قواقع سلمت عليا ولابسه نظاره، بس هي ميته، بس هي كانت جارتنا فوق، بس يعني ايه قريبه جيراننا فوق، بس هي ميته اسمها فاطمه. فقعدت تمسك ايدي وتقول لي انت ان شاء الله، انا كنت لسه ما كنتش اتخطبت، لسه انا كنت ما كنتش لسه اتخطبت، قالت لي هتتجوزي بعد، هتتخطبي بعد يومين وان شاء الله يعني ايه خطبتك يوم 9/9/2013 وجوازك يوم 14/6/2014. انا فعلا اتخطبت 13/9 ولسه مخطوبه، لسه اتجوزتش لسه انا دلوقتي. بس انا خايفه قوي يا دكتوره، انا خطبتي دي انا مش، انا عن نفسي مش مرتاحه فيه، فمش عارفه اعمل ايه الصراحه. ما هو بصي، هو الشوال بتاع الرمل، فهو الشوال هو انتي، والرمل هو بيدل على الظروف الماديه للراجل كويسه. موضوع القواقع اللي هي فوق ديت، موضوع سمعاني مع حضرتك، موضوع القواقع اللي فوق دي فبيدل على التعقيدات اللي عندك. في حاجات، في شويه رتوشات كده زي ما بيقولوا، في كده مش مظبط يعني، مش مريحاكي. ايوه صح. بس انت ممكن تعدليها، انت ممكن تغيريها. شكله في حاجه مش مظبوطه غيريه، لبسه مش مظبوط في حاجه غيريه للاحسن. ايوه انت بصمتي للحاجات دي شويه معايا يا يمنى؟ مع حضرتك، بس هو بخيل شويه، بس هي قالت لي يا مامتك ما نزلتش ليه معاكي، بس معاي. هو ماديا كويس، هو مش، قلت لها ماما مع اولاد عمتي فوق، فمش عارفه ده ايه. لا موضوع مامتك وكده، فهي مامتك هنا مش مقصود مامتك، مقصود الدنيا. طالما قالت لك هي ما جاتش اللي معاكي، فانت فكري صح، فكري صح في موضوع الشخص اللي هو متقدم لك ده. وممكن يكون بخيل عشان عايز بقى يجهز نفسه كده، وانت عارفه الاسعار غاليه وكل حاجه غاليه، يمكن عشان عايز يعني يظبط حاله. اما موضوع اللي هي التواريخ اللي هي اديتها لك ديت، فمش معنى ان هي اديتك تاريخ يبقى هو هيتم. هي قالت لك 9/9، انت اتخطبت 13/9، ما يعلمش الغيب غير ربنا، فما تحطيش دم التواريخ دي في دماغك. هي يعني ممكن تكون دي مدخل من الشيطان عليك وكده، ولكن الظروف صدفه التاريخ الشهر وخلاص. ولكن عايزه اقول لك يا يمنى، فكري في الشخص ده كويس جدا جدا، هتلاقي ان هو غلبان، بس ممكن البخل ده يعني اكيد هيتغير بامر الله يا يمنى ان شاء الله. والله اعلم يا يمنى.
ايمان. السلام عليكم يا ايمان. وعليكم السلام. ازيك يا مدام منى؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. الحمد لله يا حبيبتي. طب لسات عندي 4 احلام يعني. قولي يا ايمان واحد واحد. الحلم الاول ماما حلمت ان هي يعني في البيت، ان هو ده بيتنا بس هو مش بيتنا يعني في اللي هو في الحقيقه. وبعدين طلعت ان هو بيت جديد لسه على التخفيق وكده. فبعدين دخلت الحمام بس هو مش حمام فيه اي حاجه يعني. بس ان هو حاجه الحمام يعني. وفي حبوب بقى غله ومش عارفه ايه وحاجات تانية مش عارفاها كتير قوي. فبعدين دخلت وكان في حمامين يعني. فدخلت الحمام الكبير لقت فيه كده، فبعدين قالت لا اما اروح الحمام الصغير. فبعدين راحت الحمام الصغير لقت فيه خروف كده ان هو متنض يعني مسلوخ وكده يعني لحم وكده يعني. فبعدين قالت الخروف ده كبير قوي وحلو يعني. وريحه اللحمه بتاعته جميله. وكان في واحد صغير برضو نفس النظام، بس هي قالت لنا ايه تعالوا شيله معايا لان انا مش قادره اشيله يعني. دخلت كام حمام كده؟ اتنين، واحد كبير وواحد صغير. واحنا عندنا كده برضو يعني، بس يعني الحقيقه كده، بس هو الحمام اللي في الحلم يعني مش في اي حاجه خالص. ان هو على التخفيق كده يعني. بس في داخل الحمام الصغير بقى لقيت فيه الخروف الكبير ده، وبعدين شلنا الخروف الكبير ده بقى وطلعناه بره. بس كده ده الحلم الاولاني. ده كله في البيت اللي هو القديم. هو بيت قديم، مش قديم، ده هو جديد بس مش بيتنا يعني. مش انتوا يعني، انتوا بس انتوا ليكوا فيه. لا احنا مش من هو ده بيتنا في الحلم يعني، بس هو ده مش بيتنا في الحقيقه. مش بيتكم. اه هو هنا الحمامات سبحان الله، في الحمامات فبيدل على الست وبنتها. ايوه. الخير اللي فيكم، انتوا فكاهيين. ايوه. بتحبوا الضحك، ما بتحبوش تشيلوا الدنيا هم. ايوه. ودايما بتناكفوا في بعضكم انت ومامتك. ايوه. انكم تشوفوا في الحمامين حاجات غله وعيشه، دي عيشه والتاني فيه خروف وكده، فبيدل على ربنا ساطركم، وبيدل على الام اللي نفسها تفرح ببنتها وتشيلها، لان هنا حمامين صغار، حمام صغير وحمام كبير. هنا الحلم اختلف تماما في الحمامات، مع ان الحمام المفروض هم ويوي. سبحان الله، انت عندكم عيشه، ام وبنتها دايما كده منكفين مع بعضهم، حلوين كده بيضايقوا بعضهم بس بيموتوا ببعضهم. هي بتحب مامتها جدا وهي بتحب بنتها جدا، وعلى ان شاء الله على الستر البنت بامر الله وعلى الجوازه بامر الله. ربنا يسترك يا امان يا رب، والله اعلم. هبه السلام عليكم يا هبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا هبه. لو سمحتي حضرتك، انا حلمت ان انا كنت في الحديقه الدوليه يعني. داخله الحديقه الدوليه. ومشيت يمين، بعد كده لقيت زي ما يكون الجزء اليمين كله زي ما يكون في حرب، زي كان الاحتلال بالظبط، زي ما يكون في حرب يعني. فانا ماشيه في الطريق ده، فقلت يعني انا شايفه في ناس بتتقتل وال يعني وبيتنشن عليهم، ناس معينه بيتنشن عليهم. فانا قلت انا ماشيه في حالي، كنت ماشيه ومعايا واحده صاحبتي اسمها. انت جايه تتكلمي على اتجاه واحد. اتجاه واحد. فانا ايه يعني ماشيه مع صاحبتي وقايله انا في حالي يعني، اكيد مش هتصاب يعني. فلقيته بينشن عليا بالسلاح اللي في ايده. فانا مش مستوعبه، انا ماشيه في حالي اصلا، ما عملتش حاجه. فلقيت خارج من السلاح بتاعه مش رصاص ولا اي حاجه من الحاجات دي. لا، كتله نار ضخمه جدا جت فيا وقعتني في الارض. فقلت خلاص كده انا مت. فساعتها قلت خلاص ماما مش هتشوفني تاني يعني. بعد كده لقيت نفسي صحيت عادي، مشيت رحت رايحه ناحيه الشمال. لقيت زي ما يكون اوضه بس معموله بالخشب، يعني مفتحه بس معموله كانها يعني بعيدان خشب او حاجه يعني. مفتحه، فلقيتها في ناس بيعزفوا وبيغنوا وما اعرفش ايه. فروحت داخله المكان ده، ففي حد راجل يعني قال لي تعالي معانا وكده. فقلت لهم ايه ده، انتوا ازاي قاعدين بتعملوا كده وشايفين الناس اللي بتموت بره والحرب اللي بره؟ انا ممكن لو عايزيني ممكن اللي اقدر اعمله ان انا صوتي كويس في القران، ممكن اقرا قران. ده اللي انا اقدر اعمله، انما انا ازاي اغني اصلا وازاي انتوا عايشين هنا كده؟ خرجت من المكان ده، رحت رايحه مكان تاني لقيته ضلمه جدا جدا. وبعدين لقيت على شمالي خضره بس بعيد يعني. كانه بقى الخضره دي كانها مدخل الحديقه الدوليه نفسها. بعد كده لقيت نفسي خرجت من المكان ده خالص، وكاني رايحه على شقتي. بس الشقه اللي انا طلعت فيها في الدور الثاني، وهي مش شقتي في الحقيقه، شقه غريبه اصلا. والاضاءه فيها خفيفه خالص يعني، مش ضعيفه قوي الاضاءه. لقيت ناس غريبه قاعده في شقتي انا ما اعرفهمش، وعايشين حياتهم في شقتي يعني. كنت حاسه ان انا لازم اكون ضيفه يعني. فانا قلت لهم يعني مش عارفه، واحده فيهم زي ما تكون كانت ستات ورجاله، واحده فيهم زي ما تكون كانت معاها يعني ملايه صغيره لونها ابيض مربعه كده مليانه دم. فمش عارفه هي بتاعت ولاده الملايه دي او القماشه دي. فانا ساعتها
هي عايزه تاخدها وتمشي بيها، فبتبص لي يعني ان هي في شقتي وهتمشي بهدومها مش نظيفه يعني. فانا قلت لها ما ينفعش تكوني عندي مثلا وتمشي بهدومك مش نظيفه. فخدتها غسلتها لها في الغساله خرجت نظيفه ما شاء الله يعني. بس طب قولي لي يا هبه قبل ما تقفلي، الجنب الثاني انت قلت لي جنب ايه؟ هو الجنب الاولاني اليمين اللي كان فيه الحرب والنار، كتله النار اللي خرجت من السلاح جت فيا وقعتني في الارض، بعديها في الشمال. لا ما انت في انت ليكي نقطه في القصه دي كلها واحده بس. اه لان النار اللي ضربت في وشك وانت نمتي على الارض اللي طلعت من السلاح ده مس، ده مس. اه ده مس فيكي. دلوقتي احنا عندنا جنبين في مكان عام صح؟ اه جنب فيه ناس بتضرب نار او عايزين يعملوا مشاكل صح؟ ناس عايزه تحتل البلد. تمام صح؟ تمام. الجنب الثاني في الاوضه اللي هي البوس وناس بتعزف وكده، فانت قلت انا هقول القران الكريم عشان صوتي حلو. اه بس قالوا لي مش محتاجينك تطلعي بره. مش محتاجينك؟ وطلعوني بره الاوضه، قالوا لي مش يعني. واحده واحده الله يخليكي. طيب. عشان الحلم ده مهم بس. قالوا لك مش محتاجينك تطلعي بره. اه يعني طلعوني بره، قالوا لي لا لو هتعملي زينا وتغني وتعزفي خليكي، غير كده لا اطلعي بره. قران مش عايزين قران. لا. طيب زي الفل. انا بس عايزه الجنبين دول بس. انت بقى موضوعك انت بقى اللي هو النار اللي ضربت في وشك ده مس. اه الشقه اللي انت دخلتها مش بتاعتك والملايه اللي عليها دم مس. اه انت فيكي مس. انت بتتعالجي بقى ولا انت ما بتتعالجيش؟ لا هقول لحضرتك بقى بمناسبه السؤال ده، انا بدور على حد وما اعرفش حد، فكل اللي هطلبه من حضرتك مش يعني مش هزعجك خالص ولا هعمل لك اي حاجه يعني مش هضايقك، بس حضرتك تدليني على الحد الصح. طيب يعني انت فيكي مس فعلا؟ هو انا اللي اتصلت بيكي في اول البرنامج. اه يا هبه. طب بصي يا هبه سيبي رقمك. حاضر سيبي رقمك يا هبه. طب ممكن سؤال معلش؟ قولي اتفضلي. هو مش سؤال، هو حضرتك جيتي فتره قعدتي تتكلمي في الموضوع، فانا ايه يعني قلت هصلي استخاره او هدعي دعاء يعني اشوف اذا كنت مصابه او لا او حد اذيني. فانا حلمت ان انا واخده اولاد اختي الاربعه اسمهم اسلام وشيماء ومحمد وهيم وابراهيم. وكاني رايحه بيهم الهرم او خارجين، بس معانا شنطه الاكل والعصاير وكنز وحاجات كده يعني. بس انا افترضت عليهم قبل ما نخرج الخروجه دي، افترضت عليهم انا عايزه امسك محمد وابراهيم في ايديا، قلت لهم انا مش هبقى مطمنه غير محمد وابراهيم، لازم محمد وابراهيم في ايديكي. اه قلت لهم انا مش هخرج معاكم، لازم انا اللي هتولى امر محمد وابراهيم، امسكهم في ايدي. بس هم اساسا ما شاء الله كبار يعني. ربنا يهدي لك حالك يا هبه يا رب. حاضر يا هبه. هو بصي يا هبه، موضوع ان انتوا طلعتوا تتفسحوا وكده ومعاكم الحاجات دي كلها، فبيدل على ان انت بترتاحي شويه، بتتعبي شويه، نفسك بتتعب شويه العصير اللي انت خدتيها دي. موضوع محمد وابراهيم، فمحمد هنا الحمد وابراهيم، فبيدل على الامر اللي انت اللي هتشوفيه وهتخلصيه، هتخلصي منه بامر الله، امر مش صعب عليك ان شاء الله. سيبي لي بس رقمك يا هبه وانا هتابعك. حاضر واكلمك. طبعا هبه حلمك مهم جدا، بس هناخده ان شاء الله بعد الفاصل. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلام كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار، شرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين أهلا بكم بعد الفاصل، بعتذر للناس اللي على الخطوط كلها، اسفه دايما اقول لكم اسفه لان انتوا لكم حق عليا. هاخد بسرعه الرسائل الموجوده معايا بتاعه النهارده وبتاعه الحلقات اللي فاتت بتاعه يوم الاربعاء ان شاء الله. هاخد واحده من بتاعه النهارده الاول، بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حلمت اني ولدت وجبت ولد وكنت فرحانه بيه قوي ورضعته، وكنت فرحانه انه رضع مني بسرعه، ونيمته على السرير فنام نفس نومتي على بطني وفرد ايديه، وكنت مبسوطه وفرحانه. طيب الولد هنا طالما انت ولدتيه وكنت فرحانه، فبيدل ان شاء الله على البشره الطيبه مع زوال هم بسيط. رضعتيه وكنت فرحانه ورضعتيه ورضع منك بسرعه، خلصت الرضاعه، فبيدل على زوال الهم وبيدل على قبول الفرح. ونايمتيه على السرير، السرير اللي هو انت نفسك في امر والامر ده لسه ما تمش، نايمتيه نفس نومتك، فبيدل الله اعلم على البنوته. والله اعلم. والبنت جميله بنوته.
دي بتاعت النهاردة. هاخد واحدة من بتاعت الأربعة إن شاء الله. بتقول حلمت إني كنت جالس في مناسبة فوجدت رجل شايل صينية عليها كأس زجاج وبه شيء شفاف يشبه الماء وقدمه لي فشربته وكان طعمه جميل وقلت أنا أول مرة أدوق الطعم ده في حياتي ألف مبروك يحيي العظام وهي رميم. طبعا أنت كنت مفكر إن أنت رجل عقيم ولكن بسم الله ما شاء الله ربنا يكتب لك الولد والله أعلم. دي الشفافة مراتك هتبقى حامل والطعم الجميل ده فأنت مش مصدق نفسك والله أعلم. دي بتاعت يوم الأربعاء. هاخد واحدة من بتاعت النهاردة. بتقول إلى حبيبتي أستاذة منة أنا محتاجة لك ترد عليا قبل أن أنهار. أخي مريض من 32 سنة وأصبح مدمر يحرق الملابس والحيطان والبطاطين ويكسر في البيت كله. 010 آخرها 95. حاضر 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 بكرة إن شاء رب العالمين لو لنا عمري هكلمك. حاضر. دي بتاعت النهاردة. هاخد واحدة من بتاعت يوم الأربعاء. بتقول حلمت إن الشيخ معروف ويمتلك مشروع مهم. دخل محل قماش واشترى 3 متر قماش مشجر على الوجهين بيدار ويخلط امور الدنيا الدين بالدنيا يعني ممشي نفسه. المهم ان هو يجمع شويه فلوس كده يا خلوهم ينفعوه والله اعلم. هاخد واحده من بتاعه النهارده. بتقول انا فاطمه انا حلمت اني في بيت جدي ولقيتهم جالسين على السرير. السرير ده ثبات الست وطلعت على فوق لقيت الحيطه عباره عن صخور ولقيت رجل يقول لي انه يوسف عليه السلام ارجوك تفسري. حاضر. الصخور هي ناس ناسية التسبيح وناسية ذكر الله ملهية بمشغوليات الدنيا. دي الصخور اللي اتقلبت من الحيطة. وبعدين الرجل اللي بيقول انه يوسف عليه السلام فكل انسان مظلوم في المكان اللي انت فيه ربنا هينجيه وهينصفه وهي هو اللي هيسود العيلة ودايما المشورة هترجع له والرأي هيرجع له وبيدل على الفرحة الكبيرة لحد مظلوم في العيلة والله أعلم. ولكن اكسروا من التسبيح وذكر الله والله أعلم يا فاطمة. دي بتاعت النهاردة. هاخد واحدة بتاعت يوم الأربع. بتقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم حلمت اني دخلت بيت راجل غريب انا مش عارفاه وبعد كده حد جه وقال لي مش لاقيين بنتك. جريت علشان البس الجزمة ما لقيتش دورت كتير وما فيش فايدة. طيب الجزمة هنا الراجل. الراجل الغريب حالك ما انتش عارفه حالك ما انتش عارفه تصرفي حالك او انتش عارفه الصح من الغلط في حياتك ده الراجل الغريب. الجزمه بتاعتك ضاعت وبنتك اللي ما انتش لاقياها دنيتك حصنيها ارجعي لربنا صلي. جوزك حافظ عليه خلي بالك منه حطيه في عينيكي شوفي اللي تعبه حلوه له. شوفي اللي مريحه عينيه عليه وفرحي على فرحته والله اعلم عشان تلاقيها. دي الجزمه هي اختلاف الزوجين والله اعلم. دي بتاعت يوم الاربعاء. هاخد واحده بتاعت النهارده. بتقول ايه يا منى اختي مريضه وذهبنا للطبيب فقال لها انها بخير ولكني قلقه فصليت استخاره لاستبين الامر فرايت اني واخواتي مجتمعين في حجره وهي معنا وكانت شديده المرض ووزنها قليل جدا رفيعه وكنا نشعر وكلنا نشعر بالحزن عليها وطلبت مني امي من منديل فأعطتها قطعة قماش وقامت أختي المريضة ببسك دم فيها. لو علمتي من الرؤية حقيقة مرضها أنا يعني لو عرفت إيه من الرؤية حقيقة مرضها أخبرينا بصراحة أرجوكي. وأيضا أمي رأتها إنها مريضة حولها ذباب كتير. طيب أنا زعلانة من الدكتور اللي هو قال لكم إن هي بخير أختك فعلا تعبانة وعشان هو ما هوش عارف إيه نوع تعبها فقال لكم هي بخير. أنا بفسر الرؤية أنت حلفتيني إن أنا أفسرها صح. هي الدكتور ما عرفش ايه اللي عندها اصلا فزي ما تكون يعني بيقول هو يعني بيريح دماغه فقال لكم ده هي كويسه لانه ما عرفش المرض بتاعها. فانا عندي استفسارات كتير جدا لاختك. عايزاكم تخلي بالكم منها. ربنا يطول في عمرها يا رب. انا مش بقلقك وبخوفك ربنا يطول في عمرها. الاعمار دي بتاعت ربنا محدش مستني فيها ولكن عايزين نكتشف المرض بتاعها. انا شاكه في كذا امر كده بس انا محتاجاك تكلميني. انا شاكه في امرين اتنين حاجه تخص الدم وحاجه تخص العظام. فكل اللي انا طالباه بامر لا لان عندي ذباب كتير جدا وعندي دم هي بتطفه وعندي المنديل. فانا كل اللي انا محتاجاه لك انك تحاولي تكلميني او توصلي لي 1756 والرقم الداخلي 2. انا عارفه ان هو بيبقى مشغول جدا ولكن حاولي. ان ما عرفتيش ممكن تتصلي في الكنترول واخواتنا اللي في الكنترول بامر الله هيدوني الرقم بتاعك ويعرفوني اسمك عشان اقول لك على حاجات تعمليها وتحلليها وتتاكدي من امور في دماغي انا من الحلم بتاعك ده. وان شاء الله بامر الله خير ما تقلقيش يا حبيبتي ان شاء الله ربنا يشفيها لكم يا رب العالمين.
والله اعلم. لان موضوع ان هو الدبان اللي حواليها ده الرؤيه دي انا يعني مركزه عليها لان هي صعبانه عليا جدا، لان الرؤيه الدبان اللي هو حواليها كتير والدم اللي هي بتطفو وقطعه القماش ديت وان هي بتخس ورقبتها بترفو. في حاجه يعني هنا الحلم بيقول على حاجه يعني ربنا ما يكتبها لها ولا تكون فيها رب العالمين، يا بيدل على تسوس في العظم يا اما بيدل على حاجه موجوده في الدم وهم ما عرفوش يكتشفوها لان هي منشوره في جسمها فمش هيعرفوا يجيبوها. فكل اللي انا طالبه منك بس حاولي توصلي له وسلميها لله ان شاء الله. دي بتاعه النهارده وربنا يشفيها لكم يا رب. طبعا انت عشان تقولتي لي على عرفيني بصراحه لو علمت من الرؤيه ايه المرض اللي فيها، فانا قلت لك المرض اللي فيها ولكن حاولي انك توصلي لي برضه. هاخد رؤيه من بتاعه يوم الاربع. بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت اني رايح الشغل ولسه هركب عربيتي لقيت العجل الخلفي غارس في الطين ومش عارف احرك العربيه. طيب يعني مش عارفه احلامكم مالها كده، بس ولكن هقول لك عربيتك هي حياتك ومصيرتك وعلاقتك بمراتك وعلاقتك في شغلك. اما موضوع العجل اللي ورا اللي هو الخلفي غارس في الطين فبيدل على الاعاقه في الشغل او عدم الراحه في الشغل او في البيت، وبيدل على ان انت مبوظ نفسك بفكرك الزايد وان انت مش عارف تصلح علاقتك بالناس اللي حواليك، وبيدل على انت اللي بتدخل نفسك في مجالات المفروض ما تدخلش نفسك فيها وتخلي بالك من حياتك ومن شغلك وتريح مراتك ومراتك تريحك ده لو انت متجوز والله اعلم. هاخد واحدة من بتاعة النهاردة. بتقول ما تفسير سؤال المتوفي في أكثر من رؤية هتجوز فلان شخص أعرفه ويقول لي هتتجوزي فلان؟ هو طالما هو بيقول لك أكثر من رؤية بيقول لك هو تأكيد بيأكد لك إنك هتتجوزي الشخص أو شبيه ليه في الشكل مش في الطبع، في الشكل ركزي والله أعلم. ده سؤال المتوفي. هاخد واحدة بتاعتي يوم الاربعاء. بتقول حلمت اني في المسجد وبعد الصلاة انصرف المصلين وجلست وحدي في المسجد فنظرت الى يدي وجدتها مربوطين بحبل ولكني كنت فرحان ثبت في الدين ان شاء الله والحق وقول المعروف. انت انسان مؤمن وبتعرف ربنا وبتخاف من تصرفاتك، تصرفاتك بتحسب عليك اول باول والله اعلم، ربنا يبارك لك يا رب. واحدة بتاعتي النهاردة بتقول حامل وحلمت اني حائض. طالما الدورة جات لك وانت حامل فهي بشرب الولد على طول ان شاء الله والله اعلم. دي بتاعه النهارده. هاخد واحده من بتاعتي يوم الاربعاء. بتقول ايه؟ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت انا في الحقيقه يعني راجل بيقعد في جلسات عرفيه، يعني جلسات عرفيه من 8 ايام جلست في جلسه عرفيه بين الناس وفي نفس الليله رايت رؤيه. حلمت اني كنت جالس على شط بحر كبير وكان البحر مليان ناس جالسين على الميه زي ما يكونوا جالسين على الارض وبينظروا الي وقالوا لي انت راسك راس خروف بقرون. طب حلو ان هي جات لك الرؤيه دي، يعني انت عشان عشان تطلع نفسك فهلاوي وراجل 100 وراجل بتفهم بلاش يعني تضيع حقوق ناس بتوليك امرها، يعني انا بوليك امري ما تترسمش وتتفلي وتبقى فيلسوف كده على حسابي انا، انصفني لان انا جايه لك. فواضح ان انت ما بتنصفش ناس وبتيجي مع ناس ليه؟ عشان باين مصالح مش عارفه عشان ايه مش عارفه، ولكن اعرف ان عدل الله قادم عليك انت اول واحد. فطالما انت ربنا جعلك انك تكون بتنصف بين الناس او بتصلح بين الناس ما تجيش على ناس على حساب ناس غلابه، لان الغلابه دولت هيجي في يوم هياخدوا الحق ده من رقبتك والله اعلم. دي بتاعتك يا بتاعت الجلسات اللي هي العرفيه دي والله اعلم. هاخد رساله بتاعت النهارده. بتقول حلمت اني اشتريت 2 كيلو تين والكيلو ب 13 جنيه انا واختي زوجي، ما تفسير الكرنب والخص؟ طيب 2 كيلو تين بيدل على شخصين عندهم زعل او عندهم ماساه ونفسيتهم تعبانه، 2 كيلو تين والكيلو ب 13 جنيه كسره خلفه انا واختي، ما تفسير الكرنب؟ الكرنب هنا بيدل على الثبات في الموقف، عايز واحده تكون بس في الحق مش في الكلام الفاضي وابقى متشدده في موقفي، لا اكون انا واثقه من كلامي اتكلم ما يهمنيش حتى لو ما انتش عارفه تعبر عن الكلام لو هلوستي في الكلام، بس المهم ان انت تكوني واثقه في الكلام اللي انت بتطلعيه وتكون على حق، ربنا هيوصله ان شاء الله كده بمعرفته للناس اللي انت حابه انك توصلي لهم الكلام ده، ثبات في الموقف بتاعك. الخاص بيدل على الليونه في الحياه، بيدل على الليونه في الكلام، المعامله الطيبه اللي بتريح البال والله اعلم. ده الخاص دي بتاعه النهارده. اخد واحده بتاعه يوم الاربعاء. بتقول ايه؟ انا حلمت ببيتنا في البلد اتهد واتبنى تاني على طول وفي الحقيقه اخويا عايش فيه وهو لسه مطلق مراته، وشفتها في الحلم بتعيط وبتقول لاخويا طلقني، بتقول لاخويا طلقني وهي اصلا مطلقه منه. يعني البيت اتهد واتبنى فهو بيدل على انه حدث في دماغه ان هو هيتجوز تاني، وبعدين هي بتعيط العياط اللي هي بتعيطه المطلقه بتدعي عليه، وهي بتقول لاخوك طلقني وهي اصلا مطلقه
طالما هي بتقول طلقني فبيدل على ان هو لو ظلمها هيتفقر، خلي بالك بتبشره بالفقر. فربنا يصلح له حاله يا رب العالمين، ولكن يا ريت يكون حتى الطلاق يبقى بالمعروف عشان ايه الظلم وحش. والله اعلم. دي بتاعت يوم الاربعاء. هاخد علامه بتاعت النهارده. بتقول انسه حلمت ان روحت الجيش. هي انسه حلمت ان هي راحت الجيش وسالت بنت قاعده قد ايه، قالت سنه. ان شاء الله استقرار مع حياه دايمه والله اعلم. هتستقر هتتجوزي مع حياه دايمه يعني ان شاء الله. والله اعلم والله اعلم. مش هيبقى في مشاكل بينك وبين زوجك خالص، ده الجيش انتظام. والله اعلم. دي بتاعت النهارده. هاخد واحده من بتاعت يوم الاربعاء. بتقول تقدم عريس لابنتي فصليت الفجر ودعوت ربي ان ارى رؤيه حسنه، فرايت اني دخلت حديده صغيره ملفوفه بقماش ابيض داخل فرجي، وطلعت القماشه بها دم بسيط اعزك الله. الف مبروك، توكل على الله على طول. عندك الحديد قوه وثبات، انسان بيعرف ربنا. الفرج ده من الفرج عليك وعلى بنتك ان شاء الله. طبعا الدم كده انت عارفه بقى ان هي ايه الحاجات دي بقى بتاعت العروسه وكده. توكل على الله، جوازه طيبه ان شاء الله عليها. هاخد رساله من بتاعه النهارده. بتقول انا عملت استخاره على مشروع، حلمت ان في بئر مليان مياه حطيت فيه بامبرز طفل صغير وحدفته بالطوبه عشان ما حدش يشوفه، وبعدين الطفل الصغير رد من البير مع العلم ان الطفل حفيدي معايا على طول. هل اعمله ولا ما تعملوش؟ ما تعملوش. ليه؟ الطوبة اللي انت حدفتها دي هي رأس المال اللي انت هتدخل بيها. البامبرز اللي مرمي ده فهو بيدل على ان انت خلاص يمكن ما وراكش ولا قدامك، والمبلغ اللي انت عايز تدخل بيه هو ده الوحيد اللي معاكي او معاك اللي انت عايز تخش بيه المشروع. ده الطوبة اللي انت حدفتها. ان الطفل يتكلم فهو بيردك، كلام الطفل من البير هو بيردك على الامر اللي انت ناوي عليه. ما تعملهوش، ارجع خليك زي ما انت لما ربنا ييسر لك الحال وتدخل في مجال تاني. والله اعلم. ده رد للامر اللي انت فيه، ما تدخلهوش. هاخد رساله بتاعه يوم الاربعاء. بتقول احلمت اني بالكليه وكنت اجري هربا، ما عرفش ليه، وقابلت اتنين صحابي بيجروا ولقيت نفسي اعوم تحت الارض وهغرق وطلعت من تحت الارض. طب العوم تحت الارض بيدل على التباس الجن لجسم الانسان، ولكن بامر الله ومحبه ربنا ليكي هتخرجي من الامر اللي انت فيه، بس واحده واحده طبعا. مع ايه؟ مش هتخرجي كده. انتظامك في الصلاه، الاذكار صباحا ومساء، قراءه القران، رقيه شرعيه الفاتحه، رقيه شرعيه المعوذتين، رقيه شرعيه انتظام في صلاتي، رقيه شرعيه خشوع في صلاتي، دي كلها رقيه شرعيه. والله اعلم. دي بتاعه يوم الاربعاء. هاخد واحده بتاعه النهارده. بتقول بحلم اني بنزل السلالم وبطير سلمه وبنزل سلمه حتى اوصل للارض. الصلاه. وبلاش استعجال في امورك، لان اخرتها والله اعلم ندم. الاستعجال في الامر ندم، وصلاتك بقى مع ربنا والله اعلم التقصير بلاشه خالص. احنا دلوقتي احنا شايفين ناس بتموت وناس بتحيا، فاحنا مش عارفين عمرنا هينتهي امتى، ولكن في كل وقت ايه يعني نعمل حساب. والله اعلم. هاخد رساله من بتاعه يوم الاربعاء. بتقول ايه؟ انا حلمت اني متقدم لعريس مسيحي ومتجوز، وانا كنت موافقه. عندك العريس نصره من ربنا عليكي وكلمه ومتجوز ماديا كويس. والله اعلم. محتاجه لك ضروري قوي، وبحاول اوصل لك بكل الطرق ومش عارفه. 010 اخرها 89. ارجوكي ممكن تكلميني. حاضر حاضر حاضر. هاخد رساله تاني بتاعه يوم الاربعاء. بتقول انا حلمت ان في قطه عايزه تدخل ورايا الشقه عشان تعض بنتي، وبقيت احاول اقفل الباب عشان ما تدخلش. واحد افتها بدبوس فرخه بس برضو دخلت وعضت بنتي. العضه بيدل على مرض بسيط، عضه القطه بيدل على مرض بسيط يعني. والله اعلم. يمكن شويه برد يا ستي ويروح، ما تقلقيش، وبامر الله ربنا هيشفيك. اما بقى انك بتحذفي عليها الدبوس، اطعام الطعام، طلعي حاجه لوكل لا، او اكلي يتامى، او طلعي حاجه لله يعني على قد ما تقدري برضه، مش هضغط عليك. والله اعلم. في رساله هاخدها بتاعه النهارده. بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا حبيبه شفت ست اعطتني 20 جنيه، ذهبت للسوق ولم اشتري اللحمه، ونظرت امامه للبائعه، ونظرت امام البائعه امامها بطاطس مسلوقه محمره، وقلت الله انا اروح اعمل بطاطس وارز في البيت. وذهبت الى الست وقلت لها ولم اشتري حاجه، وسالتني الست تحتاجين بصل وثوم؟ قلت لها عندي. الف حمد وشكر لك يا رب ان انت ما خدتهمش. اول حاجة العشرين جنيه هو ستر من ربنا عليكي، او بيدل على الخلفة الطيبة. وهنا 20 جنيه مع شراء لحمة فبيدل على خلفة البنت، مع لسه انسة بيدل على الرجلين على العريسين، لان انت راح تشتري. البياعة ديت هو طلب الحاجة من الدنيا، قدامها بطاطس مسلوقة بيدل على الامر الطيب الامر الجاهز ليك، ولكن لسه ما تحددش معاده.
ومحمره، وقلت الله انا هروح اعمل بطاطس ورز وكده، وما اشتريتش التوم، قلت لها عندي بصل وتوم، البصل والتوم هنا مكروهين، بيدل على الهم بامر الله اللي ما دخلكيش والله اعلم. اعزائي المشاهدين، قلت لكم رسائلكم بسرعه، ورسائلكم موجوده عندي كالعاده، وان شاء رب العالمين ان احيانا بكره وفي عمر ان شاء الله رسائلكم هقولها لكم بكره، وهنحاول ناخد بكره وقت طويل بامر الله. في نهايه حلقتي استودعكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلام.